اللي بيسأل في الكومنتات ده هيبقى لايف عن ايه؟ ده بإذن الله هيبقى لايف، هيعرفكم عن المدرسة أكتر، مش ستيم ده أهلية بس، لأ ده ستيم عموما، وبإذن الله هنكلمكم عن شوية نقاط بس كده هتفهمكم الدنيا. طيب، بداية كده السلام عليكم. احنا طلبة من ستاند أهلية من سنة ثالثة وسنة ثانية، ومعانا تحت إشراف سيد مدير المدرسة مستر طارق ومس نيفين وكيلة المدرسة. قبل ما نبدأ حبينا نعرفكم، احنا طبعا هنتكلم عن ايه نقطة نقطة، تمام؟ أنا هتكلم معاكم عن تجربة شخصية هتوضح لكم حاجات كتير في المدرسة هي مش واضحة، وهنكلمكم بعدها عن اختبار القبول وازاي تذاكر له وازاي تعديه بإذن الله بنجاح. وبعدها هنكلمكم عن منهج ستام وازاي نتماشى معاه وازاي بنذاكر له ومواد ستام عبارة عن ايه. وهنكلمكم عن الكابستون اللي هو المشروع اللي بنعمله في المدرسة اللي فيه ناس كتير قوي عندها لخبطة فيه. وبعدها هنبدأ نكلمكم عن الحياة الاجتماعية في ستام بعد ما نكلمكم عن الحياة الأكاديمية، وهنخش بعدها بالاكتيفيتيز اللي ممكن تعملها في ستام. النشاطات انت في ستام بنعمل ايه جنب المذاكره. وبعدها في الاخر خالص هنتكلم معاكو عن المنح وكده، وازاي انت تقدر تاخد منحه بعد ستام. معاكو مازن سلامه وعبد الرحمن العمراوي وآلاء اشرف وسانتي واحمد شريف، وأنا معاكم محمد عبد الستار. نحب قبل ما نبدأ نوجه كلمة عموما للناس عن طريق سيد مدير المدرسة مستر طارق، فاتفضل حضرتك. السلام عليكم. الصوت واضح كده يا جماعة؟ تمام. أولاً أنا بشكر فريق العمل كله، بشكر عبد الستار ومازن ولادي، وبشكر سنتي، وبشكر آلاء، وبشكركم كلكم على التعب اللي أنتوا تعبتوه عشان تجهزوا للقاء ده. اللقاء ده اللي بيوضح لزمايلكم اللي هم إن شاء الله على مشارف الدخول لستيم، على مشارف الدخول لحياة علمية جديدة. احنا مدرستنا هي مدرسة بحثية بتتبع منهج البحث العلمي في التعلم. ما ينفعش نقول ان احنا مدرسة زي المدارس العادية، لا، احنا فعلا مدرسة بتعلمك حاجات كتير، بتعلمك الحياة مش بتعلمك العلم بس. حابين برضو ان احنا نقول حاجة مهمة جدا، ان المدرسة دي طبعا تحت اشراف تام من وزارة التربية والتعليم، بتتبع وحدة ستيم الرئيسية داخل وزارة التربية والتعليم، موجود منها 15 مدرسة على مستوى الجمهورية. أنا مش حابب أتكلم كتير، أنا حابب إن الولاد هم اللي يتكلموا، حابب إن ولادي هم اللي يعرضوا المدرسة وتشوفوا هم بقت أسلوبهم إزاي في العرض، طريقتهم إزاي في الحياة، اختلفت معاهم إزاي كل حاجة في حياتهم، إن هم حبوا إن هم يتعلموا بالطريقة دي. وزي ما اتكلمنا ان افضل انواع التعلم هو التعلم القائم على المشروعات اللي انتوا هتسمعوه النهارده. يا ريت كلنا اي حد عنده استفسار يقول انا حابب اتعلم بالطريقه دي، حابب اعرف الاستفسار عن الحياه الاجتماعيه داخل ستيم، حابب اتعرف على المعامل اللي موجوده في ستيم، حابب اتعرف على نظام القبول في الجامعات اللي هو بيتخرج منه طالب ستيم. كل حاجه هتلاقيها قدامك عايز تستفسر عنها، لابد ان انت تشوفها وتبدا توضح لنفسك طريقك هتختاره ازاي. انت دلوقتي في مفترق طرق كطالب لسه في المرحله الاعداديه بتنهيها، وهتبدا المرحله الثانويه اللي بتاهلك ان شاء الله لدخول الجامعه. طيب تمام، زي ما مستر طارق قال لكم بالظبط، بإذن الله إجابات على كل الأسئلة بتاعتكم هتبقى موجودة في اللايف ده. إحنا حضرنا له إزاي؟ حضرنا له عن طريق الأسئلة الشائعة اللي تتسأل، وكمان لقينا نقط الضعف اللي كانت عندكم في اللي أنتوا تستوعبوا حاجات معينة، تمام؟ فهنبدأ بحاجة بسيطة، حكاية هي تجربتي أنا الشخصية. يا رب تفيدكوا عموما التجربة، علشان هي يعني بتوضح يعني ايه الصعوبات اللي هتواجهكم في البداية، تمام؟ انا الاول معاكم محمد عبد الستار، طالب في سنة ثالثة حاليا في ستيم ده أهلية.
هبدأ أحكي معاكم بداية دخولي المدرسة. تمام، أنا كنت جاي المدرسة من مدرسة عربي حكومي عادي جدا، فدخلت أول سيشن ليا كان سيشن إنجليش. تمام، فأنا جيت تاني يوم في السمر كامب. السمر كامب اللي هو بيبقى عبارة عن أسبوعين قبل الدراسة. أنا جيت تاني يوم، فأول ما دخلت الفصل فراحت مثل الانجليش عندنا راحت موقفاني فبتسألني Are you a language school student or traditional student؟ يعني أنت جاي من مدرسة لغات ولا جاي من مدرسة عادية؟ فأنا السؤال اتسأل لي بالانجليش، فوقفت اللي هو تنحت شوية كده. أنا فاهم، بس اللي هو مش عارف أتفاعل، الموضوع غريب، اللي هو أنا فين؟ فاهمني؟ فجاوبتها، بس جاوبتها قلت لها لانجوج مع اني جاي من مدرسه عربي. فراحت قالت لي ذاتس اوكي، وقعدت في مكاني فبفكر في اللي انا قلته. ايه ده؟ طب انا قلت ايه؟ انا ما كنتش مستوعب انا بقول ايه. خرجت اليوم ده من الفصل بعد يوم دراسي طويل، انا ما فهمتش حاجه من اي سيشن، من اي سيشن اتقال. انا خارج، انا مش فاهم حاجه، الشرح بالانجلش وانا حاسس ان انا ضايع، اللي هو ايوه يا جماعه انتوا بتقولوا ايه. ف مع العلم برضو ان زمايلي اللي كانوا في لغات اللي كانوا معايا في نفس الفصل كانوا بشوفهم بيتفاعلوا، فانا اللي هو كنت ببص لهم كده واقول يعني طب هو المكان ده مش مكاني ولا ايه الغلط هنا ولا في ايه. عدى اسبوع على الحال ده، كان أول أسبوع في السمر كامب، كنت بخلص اليوم الدراسي أرجع على المبنى السكني واخده أجازة. يعني أنا ما بعملش حاجة، أنا أي نعم شايف نفسي مش فاهم أي حاجة في أي حاجة حرفيًا يعني، بس أنا ما بعملش حاجة، ما بطورش من حاجة، مع إني كنت ممكن أشوف ناس تانية بتذاكر، اللي هو بتشوف مصطلحات. يعني مثلًا في الماس، الناس اللي جاية من عربي بتشوف مثلًا زاوية يعني أنجل، مثلث يعني تريانجل، وهكذا. لكن انا ما كنتش بذاكر الكلام ده، اللي هو مش عارف، انا حاسس ان انا بضيعه بس وما بعملش حاجه. عدى تاني اسبوع برضو على المنظر ده، لغايه ما كلمت اهلي في التليفون، فكنت بكلمهم وانا بعيط. تمام، فكلمتهم وقلت لهم اللي هو ايه يا جماعه انا مش قادر اكمل في المكان ده، انا بضيع، اللي هو ده مش مكاني. انا زمان كنت متفوق وبتاع، انا ليه هنا؟ مش فاهم حاجه. اهلي كانوا بيقولوا لي طب حاول، اصل هو انا مستغرب وهم مستغربين، يعني دخول المدرسه دي ما كانش بسهوله. انت واحد جايب مجموعه عليه في ثالثه اعدادي عشان تخش المدرسه، وبرضه داخل امتحان قبول وطالع من اعلى المراكز في الجمهوريه علشان تخش المدرسه، وفي الآخر يبقى دي ردة فعلي، أو في الآخر أبقى مش فاهم حاجة بالمنظر ده. فهم كانوا بيقولوا لي حاول يعني، وفي الآخر كانوا بيقولوا لي يعني اللي أنت عايزه إحنا هنعمله لك، يعني مش ما ضغطونيش على حاجة. فبدأت قلت طب ما أجرب أبدأ. أنا ما بدأتش بقى اللي أنا أذاكر كلمات والجو ده، لا أنا بدأت أذاكر من الريفرنس اللي هو المرجع اللي إحنا بنذاكر منه المواد. أول حاجة جربت أذاكرها كانت كيمستري، كيمياء. ففتحت المرجع بتاع الكيمياء فبقرا أول سطرين ما فهمتش حاجة، كلام بالإنجلش وأنا حاسس إن أنا مش فاهم. طب إيه ده؟ أنا اللي هو إيه يعني بقرا الكلام حاسس إن أنا مش فاهم أي حاجة في أي حاجة. فرحت خدت الكلام كوبي وبيست على جوجل ترانسليتور. تمام؟ فقريته واللي هو واحدة واحدة. فاليوم ده اللي هو اللي انا قررت فيها اذاكر، فرحت عملت ايه؟ رحت نسخت اول صفحة من الريفرنس، رحت حطيتها على جوجل ترانسليتور وبدأت اذاكر بالمنظر ده. طبعا كان عذاب، اللي هو انا صفحة واحدة بس من مرجع كانت ممكن تاخد مني 4 ساعات، فانا كده مش هنجز حاجة ولا هعمل اي حاجة. فضلت واحدة واحدة ماشي بالبطيء، ماشي على مهلي قوي قوي يعني، لغاية ما وصلنا للميد ترم. امتحانات الميد ترم كنت وصلت اللي هو ايه، انا تمام، انا بذاكر صفحة من الريفرنس بس مع ترجمة نصها ماشي. ف
دخلت الميد تيرم وانا مش جاهز، انا ما كنتش جاهز، ما كنت ماشي بالبطيء قوي يعني. فكنت قاعد في الامتحان كده، فببص جنبي الاقي ايه، الاقي زمايلي بيضحكوا، اللي هو وشهم بيقول ان الامتحان حلو. طبعا في ستام في الترم الاول بيبقوا عاملين حسابهم ان اول ترم ده بيبقوا عاملين حسابهم ان في ناس لسه داخله جديده، في ناس حتى لسه ما تأقلمتش، فبيقولوا الامتحان سهل، وانا قاعد كده حاطط ايدي على راسي وبقول انا بضيع. ف خرجت من الميد تيرم وانا متدمر نفسيا، عدى عليا يعني ميد تيرم وحش جدا. فقررت ان انا ابدا بجد، ابدا اللي هو انا مش هعمل حاجه في حياتي غير ان انا احاول اتاقلم على النظام ده. فبدات ان انا اذاكر وكده لغايه ما وصلنا لايه، للاكزيبيشن. ايه الاكزيبيشن ده؟ اللي هو المعرض بتاع المشروع اللي احنا بنعرض فيه المشروع بتاعنا ده، هنكلمكم عنه بالتفاصيل، مازن هيتكلم عنه بالتفاصيل باذن الله في الجزء بتاعه. بس بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن دكتور جاي من جامعة، إحنا بنقف نشرح شرحنا كله بالإنجلش، بنقدم له المشروع ونجاوبه على الأسئلة اللي هو عايزها. إحنا بدأنا، أنا طبعا كنت حافظ الكلام، ما كنتش جاهز إن أنا أستقبل أسئلة أو جاهز إن أنا أرتاج الكلام، ماشي؟ بس الحمد لله الإكزيبيشن عدى حلو جدا، ولقيت نفسي بتكلم إنجلش بكل طلاقة، تمام؟ فالإكزيبيشن عدى اللي هو المعرض، واداني دفعة كبيرة جدا. ساعتها كان فاضل حوالي شهر واحد على الفاينل. المعرض والكابستون والكلام ده كله بيبقى عليه 60% من المجموع، بس لسه في 40% على الامتحانات عموما، على المذاكرة، والفاينل بيبقى أكبرهم نسبة. فأنا قلت إيه، لا أنا لازم أعمل حاجة في الفاينل، أنا مش داخل هنا علشان أنجح وبس، لا أنا داخل هنا علشان أعمل حاجة. في حاجة اسمها جي بي اي لازم نهتم بيها، ودي آلاء هكلمكم عنها بالتفاصيل، ده عبارة عن درجاتكم في ال3 سنين، فلازم تهتموا بالحتة دي. فكان فاضل شهر قبل الفاينل، فأنا كنت لسه مخلصتش المنهج، فعهدت نفسي إن أنا هخلص المنهج وكمان هراجعه. بعد الإكزيبيشن بدأت اللي هو إيه؟ أنا بقرأ في الريفرنس اللي هو المرجع، بقرأ الصفحة كلها، يعني 5 6 كلمات ولا حاجه اللي بتقف قصادي، وما كنتش بترجمهم ساعات، يعني ساعات كنت بفهمهم من سياق الكلام. عملت كده وفعلا قدرت ان انا اخلص المنهج وراجع عليه، وكنت داخل الامتحان ببوزيتيف انرجي عاليه جدا، كان عندي طاقه ايجابيه كده اللي هو انا داخل جاهز. فدخلت الامتحان والحمد لله ربنا وفقني، وطلعت كمان من اوائل المدرسه في اول ترم، بالرغم ان كنت جاي من عربي وعربي حكومي ومدرسه يعني مدرسه متواضعه جدا. بس هو القصه دي كلها يعني نكتشف منها ايه، او العبره منها ايه؟ المحاوله في ستيم نجاح. والله المحاوله في ستيم نجاح. يعني ايه؟ انت حاول بس وربنا هيكرمك كرم ما شفتوش قبل كده بجد. المحاولة في ستيم هي انت خلاص انت حاولت، هتلاقي نفسك ماشي في الموضوع عادي جدا، انت حواليك مجتمع كله بيدور على مستقبله، كله بيشوف هدفه فين، كله بيشتغل على نفسه ويطور من نفسه، فانت مش هتبقى قاعد وسطهم انت مع نفسك ومش مركز في حاجة او كده، لا انت بالعكس، انت الكلام ده كله هيشجعك. هنعرف أكتر عن كل ده. ده كان عبارة عن الحياة الأكاديمية في ستيم. لسه هنكلمكم عن الحياة الاجتماعية، واللي هي أهم بكتير من الحياة الأكاديمية كمان، وهنوضح لكم حتت برضو كنت سايبها للآخر، بس دلوقتي حابين ندخل لكم بالبداية خالص، اللي هو امتحان القبول وإزاي نذاكر له وإزاي نجتازه بنجاح بإذن الله. اللي هيكلمكم عن النقطة دي هو أحمد شريف. اتفضل. كده صوتي واضح؟ تمام. تمام يا أحمد، واضح. أول حاجة طبعا السلام عليكم. السلام عليكم، أهلا بيكم طبعا كلكم. مبسوطين طبعا إن احنا موجودين معاكم، ونتمنى إن شاء الله تطلعوا بأقصى استفادة من الميتنج ده. معاكم أحمد شريف من جريد 11، وإن شاء الله أكلمكم عن نظام امتحان القبول ونظام السكن. أول حاجة، انا كنت طالب في ثالثه اعدادي، كنت طالب طبعا متفوق زي ما اغلبنا طبعا داخلين الميتنج عشان ندخل ستيم. كنا كلنا متفوقين وجايبين درجات عاليه طبعا الحمد لله.
في بعض الناس سمعوا عن ستيم من السوشيال ميديا، بعض الناس سمعوا عن ستيم من اخواتهم كانوا موجودين في المدرسه، وبعض الناس سمعوا عنها بالصدفه. انا كنت سمعت عنها بالصدفه. كان عندنا في منهج الانجليش في ثالثه اعدادي يونت كان فيها باسج عن ستيم، بتتكلم عن ستيم والنظام بس بنبذه بسيطه. انا ما كنتش مهتم بالموضوع ده الاول، وقلت يعني افضل في المضمون، افضل في ثانوي عام مع اصحابي، وطبعا التقليد السائل علينا كلنا هو كليات القمه سواء كان طب او هندسه. فقلت يعني خليني في المضمون وما ادخلش في حاجه او اتعب نفسي في حاجه، عشان كنت كان هدفي طب. بس بعدها بدات اشوف اسم ستيم يعني في كذا حته فشدني الموضوع. فطبعا طالما انتم موجودين معايا دلوقتي يبقى اكيد الموضوع ستيم شدكم. موضوع ستيم من حيث السكيلز اللي انت تكتسبها، من حيث النظام التعليمي اللي موجود، وطبعا اللي قائم على الفهم، وطبعا يعني مفيش حفظ من كتاب من الجلده للجلده، وبتدخل الاسئله بتقيس ذكائك وبتقيس تحليلك المنطقي. تمام، احنا عاوزين ندخل ستيم. اول خطوه طبعا تقدم، وطبعا بيبقى فيه شروط للقبول، وطبعا تملى استمارة قبول، والحاجات دي كلها ان شاء الله لما تنزل هتنزل على بيتش المدرسه، يعني مش تنزل دلوقتي طبعا، يعني شويه كده. وكل وطبعا بيبقى فيه اشاعات، يعني ناس بتنزل ان التقديم بدأ وفتح، وطبعا دي كلها اشاعات، كل حاجه رسميه تنزل على البيتش بتاع مدارس ستيم. تمام، زي ما قلت لكم اول حاجه هي امتحان القبول. امتحان القبول بينقسم 4 اقسام: اي كيو، ماث، انجلش، ساينس. هكلمكم عن كل جزء من الفصل وازاي ان احنا نجهزه في امتحان القبول. اول حاجه خلينا نبدا بالاي كيو. الاي كيو ده هو امتحان ذكاء بيقيس قدراتك وازاي انت تحلل الاسئله، سواء بقى كان اشكال او انماط او مسائل حسابيه، بس هو بيقيس تحليلك المنطقي للاسئله. طبعا بتحل الاي كيو سواء من على امتحانات اونلاين من على جوجل، او في كتب زي الدليل الكامل ومنسف. وطبعا انت لو حليت دول ان شاء الله هتبقى جاهز في الاي كيو، بس اهم حاجه عندي هو الحل. طبعا الاي كيو ده انا طبعا ما عرفتوش اصلا قبل كده، يعني اول ما بدات امتحان القبول شفت الاي كيو فبدات اتعلم منه. حليت اول امتحان اي كيو، الموضوع بالنسبه لي كان صعب جدا، يعني طلعت مثلا من الامتحان كان حوالي 30 سؤال ما حليتش فيه الا 5 اسئله. فاللي هو انا قلت في نفسي طب انا كده هضيع، يعني ازاي امتحان 30 سؤال ما طلعش منه الا 5 اسئله؟ وانا دايما متعود قبل كده في السنين اللي انا كنت ببقى فيها وفي ثالثه اعدادي وفي كل السنين انا دايما بقفل الامتحانات يعني الحمد لله وكده، وده طبعا حال معظمنا يعني. فقلت طب انا كده مش هنفع. طبعا بدا اهلي يشجعوني ويقولوا لي حاول، يعني ما تستسلمش كده، واهم حاجه ان انت ما تبقاش في المضمون، يعني اهم حاجه تشوف الحاجات الجديده، تشوف الحاجات المختلفه، الحاجات اللي هي بتطلع ناس عندهم فكر جديد وتبدا فيها. فواحده واحده بدات احل اي كيو، امتحان مع امتحان مع امتحان، وطبعا مستواي كان بيتحسن. فزي ما بقول اهم حاجه هي الحل. فاي حاجه جديده انت بتواجهها في حياتك بتواجه فيها صعوبه، يعني صعوبه شديده جدا، بس طبعا هي بتبقى مساله وقت ومساله عزيمه، ان انت لا مصمم طالما في واحد قبلي عمل الحاجه دي فانا اكيد هعملها وبكل سهوله كمان. زي ما قلت لكم بالحل الاي كيو هيتحسن جدا. تمام، وزي ما قلت طبعا بيبقى في امتحانات اونلاين ومن منسى ودليل الكامل. تمام، هندخل بقى على امتحان الماس. امتحان الماس هو اللي انت بتراجع على كل القواعد والقوانين اللي انت خدتها من اول 4 ابتدائي حتى ثالثه اعدادي، القوانين وتحفظها وتظبط قوانينك. اصل طبعا في ناس تيجي تقول لي طب انت بتقول ان الامتحان ده بيبقى فاهم. لا هو طبعا العلم فاهم وحفظ طبعا، بس انت اهم حاجه تفهم المعلومه، ولو انت فهمت المعلومه وحبيتها واستمتعت بيها هتحفظها بكل سهوله. فتظبط القوانين بتاعتك وتحل اسئله المتفوقين، بيبقى في الكتب، كان في الكتب الخارجيه بيبقى في اسئله المتفوقين بعد كل درس تحلها. طب انت مثلا جيت لقيت عندك مشكله في حاجه معينه، ادخل على اليوتيوب اكتب مثلا النسبه مثلا او التناسب، هيجيب لك فيديوهات لناس بيشرحوا وبيحلوا كمان. بعد ما تخلص كل ده حل على جوجل، هتلاقي مليان امتحانات. ده بالنسبه للماس. بالنسبه للساينس بتراجع على المعلومات اللي انت كنت خدتها، يعني على طول زي ما قلت لك امتحان القبول هو امتحان قدرات، ملوش دعوه ان انت بتمسك، يعني مثلا مش هاجي مثلا اقول لك امسك ده احفظه من غلاف لغلاف، لا خالص. امتحان القبول بيقيس تحليلك المنطقي للسؤال والسكيلز اللي انت اكتسبتها في كل سنين دراستك من اول اولى ابتدائي لحد ثالثه اعدادي، بيشوف هل انت طالب بتتعامل مع المشاكل كويس. لو جالك مساله انت ما شفتهاش قبل كده في حياتك هل هتتعامل معاها؟ فهو ده غايه امتحان القبول. وانا طبعا بسمي امتحان القبول ده اللي هو بدايه
التعلم الصح. طبعا قبل كده كنت بتحفظ المعلومه، تدخل تنسخها بالظبط، كوبي بس كوبي بس، تاخد المعلومه تحطها في الامتحان زي ما هي. طبعا ده طبعا تعليم خاطئ. طبعا امتحان القبول هو بقى بدايه التعليم الصح. المعلومات اللي انت خدتها قبل كده بتبدا ان انت تنظمها وتنسقها وتربط المعلومات ببعض عشان توصل للمعلومه الجديده. هتدخل الامتحان، انا بقول لك تدخل امتحان القبول هتلاقي اسئله انت ما شفتهاش اصلا قبل كده، بس بيعتمد على ان انت بتربط المعلومات ببعضها. يبقى زي ما قلت في الساينس بتراجع كل المعلومات بتاعتك عادي، وهو اصلا في الغالب بيبقى معلومات عامه، وزي ما قلت بتعتمد على تحليلك المنطقي للسؤال. ندخل على امتحان الانجليش. امتحان الانجليش طبعا هتظبط كل قواعد اللغه الانجليزيه. في شانل على اليوتيوب اسمها دروس اونلاين بتاع احمد ابو زيد، بيشرح قواعد اللغه الانجليزيه يعني بطريقه ممتعه جدا، وانا شخصيا ذات نفسي لسه متابعه لحد دلوقتي ولسه بسمع القواعد بتاعته. فطبعا هيفيدكم، وبدأ من القاعده من الاول وكمان لحد الاخر، وغير كده كل الهاكس وكل الحاجات اللي في القاعده. في كمان الشانل على اليوتيوب اسمها دي امريكان انجلش بتاع ابراهيم عادل، مجانس فيها كورسات انجلش يعني متكامله حقيقي. يعني انا لسه بتابعها ولسه ماشي على الكورسات بتاعته، وحقيقه هتفيدكم جدا في الانجليش، في تقويه الانجليش على السنه. طب احنا خلاص قلنا الاقسام الاي كيو والماث والساينس والانجليش، وقلنا ازاي نظبطها. طبعا انا مجمع يعني كل اللينكس، كل الحاجات دي وكل المصادر اللي هتذكروا منها ان شاء الله، وهنبقى ننزلها في بوست منفصل ان شاء الله. تمام، ده كده بالنسبه لامتحان القبول. الزمن بقى بتاع امتحان القبول، امتحان القبول 4 ساعات، ساعه لكل ماده، يعني ساعة ماث، ساعة انجلش، ساعة اي كيو، وساعة ساينس. طبعا بتمتحن على جهاز كمبيوتر طبعا، وهم طبعا بيحددوا لك المكان وكل حاجة، فما تقلقش من الموضوع ده. كل امتحان له ساعة، يعني انت مثلا لو خلصت الساينس في نص ساعة ما تجيش تقول انا اخد في الماث ساعة ونص، لا، لان كل امتحان بيقفل بعد الزمن بتاعه. فلازم طبعا تشوف عدد الاسئلة وتشوف التايم مانجمنت بتاعك، تظبط الوقت بتاعك وتاخد بالك من الوقت عشان تعمل صدمة قبل ما الوقت يخلص. تاخد ايه بقى وانت رايح الامتحان؟ تاخد معاك نوت بوك والاله الحاسبه بتاعتك وقلم، وطبعا ازازه ميه. لا يعني الميه لازم اصلا وانت بتحل في الامتحان او بتحل اي حاجه، لازم يعني كل 5 دقائق تشرب ميه عشان ده بينشط الخلايا بتاعت مخك. فزي ما قلت تاخد نوت بوك معاك وقلم واله حاسبه وكل حاجه عادي، وممكن تاخد شويبس او عصير او اي حاجه يعني انت عايز تاخدها معاك، ده طبعا مفيش مشكله. وطبعا ما بين كل امتحان وامتحان حاول تقعد 5 دقايق كده تاخد نفسك وتشرب ميه وتستهدى بالله كده وتهدى، عشان ده طبعا ده مفيد جدا. يعني طبعا كل الحاجات اللي بقولها دي عن تجربه شخصيه، ودي فعلا فادتني في الامتحان. انت لما تاخد 5 دقايق بس بتظبط دماغك كده وبتدخل على الامتحان الجاي وانت عندك طاقه. تمام، تبدا بايه بقى؟ انت طبعا عندك متاح ان انت تشوف تاخد الماده عربي او انجلش عادي. تبدا، انا كنت بدات بالسهل، في ناس بيقول لك ابدا بالصعب عشان تبقى داخل يعني نشيط وهحل كويس، دي ميزه، بس العيب فيها ان انت لو دخلت بدات بالصعب كده على طول ممكن يجيلك صدمه، وده هيخلي حالتك يعني سيئه ومش هتأدي كويس في الامتحانات الجايه. فاحسن حاجه تبدا بالسهل، تدخل كده تبدا بالسهل، تاخد سيلف كونفيدنس وتبقى واثق من نفسك، وده هيساعدك جدا ان انت تكمل في باقي الامتحانات بطاقه عاليه جدا. وده فعلا ساعدني، يعني اسهل حاجه ابدا بساينس، بعدها انجلش، بعدها ماث، بعدها اي كيو او اي كيو ماث، يعني بدل ما بينهم عادي هما الاثنين ما فيش مشكله خالص. انا دخلت الامتحان بدات بالساينس، حقيقي كانت معلومات عامه، كانت قليل خالص اما كان في اسئله من المنهج، من المنهج طبعا كنت باخده، بس حقيقي كان سهل جدا. وده يعني انا بعد ما خلصت كنت قاعد كده مبسوط، اللي هو خلصت في نص ساعه وقاعد مبسوط، ويعني ده بجد ظبطت دماغي جدا وخلاني اخد دفعه لامتحان الانجليش بقى. دخلت امتحان الانجليش لقيت فيه صعوبه، وطبعا الباسج كانت صعبه، كان فيها كلمات صعبه. فاهم حاجه تحل باسجز من على النت كتير، وتحل امتحان انجليش كتير وتقوي الكلمات بتاعتك، ده هيساعدك جدا. عموما امتحان الانجليش كان سهل نوعا ما، بس الباسج كانت صعبه شويه. يعني الوضع كان حلو. بعدها بعد ما خلصت دخلت طبعا على الاي كيو، دخلت امتحان الاي كيو وكان يعني صعب جدا، يعني في اسئله اتحلت في اسئله ما اتحلتش، يعني ما عرفتش اوصل للاجابه. وبعد امتحان الماس طبعا لقيت حاجات صعبه، وزي ما قلت هو بيعتمد على تحليلك المنطقي للسؤال. وطبعا يعني كنت يعني بواجه الموضوع ده
كان فيرست تايم يعني ان انا اواجه الموضوع ده، فعشان كده لازم تبداوا مذاكره من دلوقتي عشان تتجهزوا للامتحان. هو المشكله بقى ان في ناس بتطلع تقول، يعني في ناس يعني زمايلنا وكده بيطلعوا يقولوا لا ده انا ما ذاكرتش امتحان قبول واتقبلت، يبقى ده مش معناه ان انت ما ذاكرتش، لا بالعكس، اهم حاجتين تمشي عليهم في حياتك ان انت تعمل اللي عليك، يعني اهم حاجه اعمل اللي عليك، ذاكر واتعب واشتغل على نفسك وحل واعمل اللي عليك واوعى تيأس. كل ما تيجي تيأس حط دفع قدامك، حط انا عاوز اوصل لكذا، عاوز احقق كذا، عاوز تبقى مكانتي كذا، عاوز اخلي اهلي يبقوا مبسوطين بيا. فكل الدوافع دي هي دي اللي بتديك الدفع لقدام. فكون ان واحد ما ذاكرش واتقبل ده مش معناه ان انا ما ذاكرش، تختلف من شخص للتاني. بالاضافه كده اهم حاجتين طبعا زي ما قلت، تعمل اللي عليك وتبقى مطيع لاهلك ومطيع لربنا وتؤدي عبادتك كويس، والله العظيم التوفيق هيجي من عنده وهيكرمك وتبقى مبسوط بجد بجد بجد. إيه تمام. الطلاب بقى بيتقابلوا ازاي؟ إيه بعد ما تخلص الامتحانات دي، هما بيبقى اليوم ما بيطلعش طبعا بدرجه كل ماده، بيطلع ترتيبك على مستوى الجمهوريه كلها. إيه فبياخدوا طبعا الاوائل على مستوى الجمهوريه. انا بقى كنت داخل الامتحان كنت خايف جدا، لان طبعا هما بيقبلوا عدد قليل واحنا كنا عدد مهول مقدمين في السنه دي، فطبعا انت واحد داخل بتنافس نخبه من الطلاب اللي موجودين، فده طبعا الموضوع صعب. فانت كمان انت تدخل خايف، يعني انا مش هكذب عليك واقول لك لا انت مش هتبقى خايف، لا انت هتبقى خايف وخوف شديد كمان، بس ادخل كده واهدى وقول ادعيه واقعد اسكت ربنا كتير كده، وان شاء الله الموضوع هيبقى سهل جدا. وزي ما قلت لك ابدا بالسهل ده هيديك ثقه عاليه في نفسك، وابدا من دلوقتي، واهم حاجه الحل والتطبيق. طب كل ده بقى طبعا كان على السنه بتاعتنا طبعا، وما كانش فيه طبعا كوفيد 19 ولا اي حاجه، وكنا بنروح طبعا اللجنه وكده. طب السنه دي ممكن يتعمل الكتروني، فطبعا لو احنا لسه طبعا مش متاكدين من حاجه ولسه مفيش حاجه جت رسميه، بس نبقى عاملين حسابنا، تبقى مجهز نفسك طبعا وتشوف هتشيل مثلا على اللابتوب ولا التابلت ولا الفون وتشحنهم، وتبقى معاك نت قوي وتبقى قاعد جاهز، وتبقى قاعد جاهز من قبل ميعاد الامتحان كده بحوالي تلت ساعه عشان تدخل على طول. وطبعا زي ما قلت تاخد بالك من الوقت وتعمل سبمت وقبل ما الوقت يخلص عشان الامتحان ما يقفلش عليك. فزي ما قلت بالحل وان انت تعمل اللي عليك وتأدي اللي عليك، والله العظيم كل حاجه هتتحل وهتبقى سهله. ده كده بالنسبه لامتحان القبول، وزي ما قلت طبعا هسيب لكم لينكات ومصادر تحلوا منها ان شاء الله. نظام السكن كده في دقيقتين كده على طول، هو طبعا المدرسه بتبقى في النص، هنا سكن ولاد وهنا سكن بنات، بيبقوا منفصلين عن بعض، كل سكن بيبقى 4 طوابق، الطابق الاول بيبقى فيه مطعم، وبعض الاساتذه بيحبوا يقعدوا في المدرسه فمفيش مشكله. الطبق الثاني بتاع سنة ثالثة، سنة ثانية، سنة أولى. تمام. طبعا بيبقى في 3 وجبات في المطعم، فطار وغدا وعشاء. الفطار بيبقى من الساعة 6:30 لحد 7:30، بعدها بتنزل الطابور المدرسي بيبدأ من 7:30 لحد الساعة 8. اليوم الدراسي بيبدأ من الساعة 8 لحد الساعة 2:30 3، بيبقى فيه 5 سيشنات في اليوم أو 5 حصص دراسية في اليوم، السيشن الواحد بيبقى حوالي ساعة وشوية، بين كل سيشنين بيبقى فيه بريك ما بينهم حوالي 3 ساعة. أولاد واسعة جدا وكراسي، سواء 2 حابين يقعدوا يذاكروا مع بعض أو مجموعة حابين يقعدوا مع بعض أو واحد حابب يقعد لوحده، أنت ليك الحق أنت تعمل أي حاجة على مزاجك. الأوض بيبقى فيها حوالي 5 طلاب، طبعا كل واحد بيبقى له دولاب وعليه قفل وكل حاجة، ويبقى ليك خصوصيتك التامة. وطبعا بيبقى فيه مشرفين في كل سكن، مشرفين في سكن الولاد ومشرفين في سكن البنات، طبعا بيبقوا مسؤولين عن كل حاجه، بيبقوا متابعينك وكل حاجه، لو عندك مشاكل طبعا بيبقوا موجودين عشان يحلها لك. فالموضوع طبعا في السكن بيبقى كويس جدا، وانت اما تدخل ان شاء الله تتعود عليه وهيبقى احسن عندك من المدرسه ان شاء الله. يعني طبعا بيبقى في مثلا لو انت عندك مشكله في اي ماده بيبقى في نايت سيشنز بتتعمل، وفي كلابس زي البيولوجي كلاب، مازن عامل بيولوجي كلاب بنشرح فيه الدروس اللي عندنا مشاكل فيها. في طبعا كان في فيزيكس كلاب وكيمستري كلاب، فده بيجمع الطلاب، يعني بيبقى ماسكه طالب بيبقى معاه طبعا كذا واحد هيشرحه معاه، وطبعا ده كله بيبقى تحت اشراف الاساتذه، وكل الاساتذه بيبقوا موجودين وكل حاجه بتبقى تمام. ده عشان نصلح مثلا الاخطاء او طريقه المذاكره عند الطلاب. اخر جزئيه اتكلم عنها ان انت تاخد ايه وانت رايح السكن، تاخد طبعا هدومك والمستلزمات الشخصيه بتاعتك، التليفون بتاعك، الشاحن، الشامبو، يعني كل الحاجات الخاصة بيك هي دي اللي انت بتاخدها معاك وانت رايح السكن. فكده يعني انا خلصت، فبتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا،
ويعني سيبوا الأسئلة بتاعتكم في الكومنتس وإن شاء الله هنبقى نشوفها. ودلوقتي مازن هيتكلم عن نظام المذاكرة في المدرسة. اتفضل يا مازن. معلش يا مازن، قبل ما تبدأ عايز أوضح بس يا جماعة إن كل الأسئلة بإذن الله هنجاوب عليها في الآخر، تمام؟ إحنا في حد بيسجل الأسئلة دي وبإذن الله هنجاوب عليها في الآخر، وكمان هنديلكوا فرصة براحتكم إن أنتوا تسألوا، تمام؟ اتفضل يا مازن. تمام، السلام عليكم، ازيكم الاول؟ اسفين طبعا لو اطلنا عليكم قبل كده، لكن طبعا احنا بنحاول هو يعني نفيدكم اكبر قدر من المعرفه اللي نقدر نفيدكم بيه. طبعا برضو لو حصل اي مشكله في النت عندي، لكن النت عندي جدا، لكن انا ان شاء الله يعني واقف في تردد قوي الله يعني خير. يعني هو انا المفروض من جريد 12 الاول، فهتكلم عن اكتر حاجه مهمه في المدرسه ممكن تسجلها وهي المذاكره. هتكلم عن نظام المذاكره، هتكلم عن الكاتون، توفق بين الاثنين وتنظيم وقتك في المدرسه هيبقى. خلوني الاول اعرض عليك سكرين البرزنتيشن اللي انا عاملها. تمام، ستادي تارجت. طيب اولا اول حاجه محتاجين نعرف ايه هي ستيم سبجكتس، ايه المواد اللي بتدرسوها لما تيجوا باذن الله. اول حاجه البيولوجي، الكيمستري، الجي، الفيزيكس، الماث، الميكانيك، الكمبيوتر ساينس، العربي، الجيرمان، وأخيرا الفرنش. فاحنا ثلاث من اللي هو المواد عندنا. اول تصنيفه هي سبجكتس، ودول مرصوصين هو بالماث، البيولوجي، الجيولوجي، الفيزيكس، الكيمستري، والكمبيوتر ساينس. الهيومانيتي عندك السوشيال ستاديز او الدراسات الاجتماعيه، هي منقسمه تاريخ وجغرافيا عادي بس تدرسوه ولا بس بيدرسوا المواطنه بدل الدراسات. والفرق في اللي بين الاثنين ان السنه الاولى الدراسات بتبقى ماده بتضاف على المجموع زيها زي الكيمياء والفيزياء، لكن في سنه تانية وثالثه المواطنه للاسف ما بتضافش على على المجموع بدل الدراسات. يعني بتختاروا طبعا لغه من الاثنين، فرنش او جيرمان، دي حاجه خاصه بيك انت، يعني انت على حسب خلفيتك. الانجليش عربي معانا طبعا، وسيتيزن شيب زي ما انا قلت او المواطنه. الاكتيفيتيز في عادي نفس الاكتيفيتيز اللي انتم متعودين عليها، ارت، الميوزك، اللايبراري، الثياتر، بودكاست، وطبعا في كمان اقتصاد منزلي. ستادي سيستم اند سيكريت ستيم سكولز، ايه نظام المذاكره عندنا وايه هو السيكريت ساوس بتاع كل عشان يعرف يحدد وقته في المدرسه ازاي. طيب اول حاجه احب ابدا بمقوله قالها مايلز ديفيز، time isn't the main thing, it is the only thing. يعني الوقت مش هو اهم حاجه بل الوقت هو كل حاجه. تنظيمك لوقتك في المدرسه هو او مفتاحك اللي تقدر تفتح بيه الباب بتاعك انك تكون متقدم عن زمايلك في المدرسه او يكون ليك مستقبل باهر كاستمر. تمام، حاجه تنظيم الوقت. طب ازاي بقى ننظم وقتنا؟ اول حاجه انت محتاج من حاجات كتير قوي في المدرسه. اول حاجه الفصل او المدرسه او اليوم الدراسي بيبدا من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 3 العصر زي ما احمد كان قايل. واليوم الدراسي بينقسم لحاجتين اساسيين زي ما الصوره بتوضح. الجانب اليمين هنا هنلاقي الفصل والتيم وورك، على الجانب الشمال هنا هنلاقي المعمل او العمليه اللي انت بتستخدمها. طيب في صوت ولا لا؟ يا ريت لو حد بس يرد عليا. واضح حماس. سألت مفيش صوت يعني. طب خلاص كمل. تاني حاجة محتاج تقسم وقتك بيها هي مواعيد الأكل، عادي فطار وغدا وعشاء، لكن لما تعرف أكل لا لا، بالراحة بس شوية. فيها اللي هو نعم لو تهدي صوتك بالراحة شوية. شوية. تمام. طب السلايدز ماشية مع الكلام بتاعي ولا في لاج؟ مظبوط. كويس جدا. مظبوط. تمام. احنا دلوقتي في سيستم مختلف ليه؟ لان الاكل يعني اللي هو بيمكن بطريقة رهيبة، فانت معظم يومك هتبقى عبارة عن لانك بتحاول تهضم كمية الاكل اللي انت اكلتها في الفطار الغداء والعشاء.
فلازم نفسك في الاوقات عشان تلحق تهضم الاكل اللي انت اكلته وما تكترش برضه تقدر تستفيد يومك. محتاج تقسم وقتك كابستون، ومشاريع الكابستون ده بتبقى 5 افراد بالنسبه الاولى والثانيه. طبعا طول السنه الكابستون عليه 60% من المجموع، بينما المواد على الحضور على الغياب كلها على بعضها 40%. الكابستون اهم حاجه طبعا، لكن عشان كده لازم تنظم وقتك وتحطه في التايم تيبل بتاعك بشكل اساسي، لانه هياخد من وقتك كتير جدا عشان هتشتغل على فكره، تعمل بروتوتايب او نموذج علمي، وهتوفر حاجات ثانيه وثائق لسه تحتاجها. حاجه والاخيره هي الجورنال. ايه الجورنال ده؟ الجورنال هو امتحان دوري بتعمله المدرسه كل اسبوعين، كل الطلاب في 3 جريدات 10 و12. هو بس بيسالك على اللي انت عملته في الكابستون، بيبقى عباره عن 4 اسئله زي ما اللي اتفضل. في مثلا اول سؤال يقول لك لك اسبوعين ده معانا في مدرسه كاستمر بس جاي في جريد تيم واشتغلت كابستون مع اصحابك، ايه الحاجات اللي انت استفدتها من التيم بتتكلم عنها؟ في سؤال مثلا يقول لك عارف طبعا ان البحث العلمي ليه خطوات وكده، وانت باحث علمي دلوقتي كابستون، انت في التيم بتاعك دلوقتي في انهي خطوه؟ مشكله ولا بدات في الحل ولا ايه؟ طبعا في بتتحدد وبتمشوا عليها والموضوع منظم. ثالث سؤال طبعا انت اتعلمت في ال او، ال ال او ده اللي هو الليرنينج اوت كام او الوحده، عندنا بنقول ليرنينج اوت كام. انت اتعلمت في ال او 1 فيزكس حاجه عن فراديز لو، طب تقدر تقول لي انت ازاي تقدر توظف اللي انت اتعلمته في الكابستون بتاعك؟ واحد يقول لي ثانيه، هو مش قلت ان الكابستون بس يسالني على الفوائد؟ الكابستون هو الا تطبيق للمواد اللي انت تدرسها، يعني انت لو مدرسه وبصيت لمنهجك ومنهج زميلك اللي في ثانوي عام برضه هتلاقي منهج مختلف في كل حاجه تقريبا بالنسبه للمية، الكيمياء، الفيزياء، الاحياء، الجيولوجيا، كل حاجه مختلفه. طب ليه؟ الوزاره عملت لجنه اخصائيه حددت المنهج بتاع كاستمرز بحيث ان هو يتناسب المشكله اللي هتفرضها علينا كابستون. مثلا احنا عندنا مشكله انها تبقى عن الميه والثلاثه اللي في الميه، يبقى هتلاقي مثلا في الكيمستري تلاقي تقريبا المنهج كله بيتكلم عن البولر اللي هي الميه، منهم انواع الاورجانيك كومباوندز او المواد العضويه اللي ممكن تلاقيها في الميه في استخراجها. بالراحه شويه وحاول توضح صوتك، بس حاول تقرب المايك شويه. تمام. طيب تاني هقول اخر حته تاني. كنت بتكلم على ان انت مفروض المنهج بتاعك معدل عن منهج ثانوي عام عشان يتناسب مع الماده بتاعتك، تمام، في كل المواد. نكمل. The first thing to know about curriculum that there is curriculum. اول حاجه محتاج المنهج ان مفيش، يعني ايه؟ يعني انت المنهج بتاعك عباره عن موضوعات، تمام؟ انت بقى بتلحق الموضوعات دي طول السنه على شكل المذاكره بتاعتك مصدر، مفيش طبعا كتب معينه الامتحان ملزوم بيها، الامتحان بيجيب لك الاسئله على الموضوع من اي مصدر، ممكن يجيبهم لك من على النت معين، انت بقى طول السنه مضطر لكل ماده تذاكر مصدر، برزنتيشنز باوربوينت زمايلك اللي في الدفعه اللي قدامك كانوا مجهزينها كتاسكات في المدرسه، في ملفات وورد، ملفات بي اف جاهزه، في فيديوهات، مصادر كتير قوي تذاكر منها، انت بقى بتذاكر من انهي مصدر براحتك، ومع مرور الوقت يعني هتتكلم على الموضوع وهتختار مصدرك بنفسك. في مثال ليرنينج ارقام دي الثانيه كيمياء اول ما تخشوا على طول. شايفين انتوا حاجات كده هايلايتد بالاسود غامقه كده جدا، اول حاجه essential questions and skills. لا نكمل للكونسبت. تمام. بالنسبه للكونسبتس انت تلاقي عندك حاجات زي الاتومز، البروتونز، النيورونز كده، مين فيكم ما عرفش الذره اللي هي الاتوم، مين فيكم ما عرفش قبل كده البروتون، الحاجات دي اصلا انت كلها هتلاقي برضو كذا واحده في كذا ماده حاجات كده، بس بشويه حاجات بسيطه بس، يا ريت ما تخافش خالص من المنهج او كده. تمام. طيب نيجي هنا مثلا، ده الوحده الاولى في المنهج دي اول ما تخشوا، لو بصيتوا على الكونسبت هتلاقوها بتتكلم عن ستيل ثيوري، مثلا كاتب لك تحت اللي هو السطر الثاني من تحت خالص هتلاقيه بيقول لك سيكسس اند ريفرنسز، هتلاقي مثلا بيقول لك سبب دوت، فانت بتبحث مثلا في السبب عن الحاجات اللي محددها لك عشان تعرف تذاكر منها الكونسبتس. بس هو في الليرنينج اوت كام انت تختار اي مصدر ثاني على حسب، فهنا مثلا انت بتبقى معاك ملف مذاكر على الكيمستري على كل ماده ليها ملف خاص بيها، الملف ده اول ما تيجي من الدفعه اللي قال ليك على طول.
افتح مثلا ملف البيولوجي، هتلاقي مثلا جوه ملف البيولوجي ملفات كتير، فيديوهات، ملف بالريفرنس او المراجع، ملف بالبرزنتيشن، ملف خاص بالوورد والبي دي اف. تفتح بقى وتقعد تقلب مع نفسك وتشوف الكونسيبت هيتذكر، وطبعا تعين بالدفعات اللي لك عشان تعمل. يعني من الاخر كده نقدر نقول كونكلوجن او كنهايه، تشوز يور اون ستادي ريسورس، انت تختار مصدرك اللي هتذاكر منه وتجرب بنفسك كده مصدر، تختار المصدر اللي هتذاكر منه. طب الامتحان طبعا هو بيجيب لك على حسب ما هو يحب من انهي مصدر، وانت وبقى طول السنه عشان ندخل على اخر جزئيه اللي هي كابستون. هو طول زي ما انا قلت هو تيم من خمس بتتعاونوا مع بعض طول السنه، او كل ترم في مشروع كابستون بتتعاونوا مع بعض، فرض عليكم مشكله على السن كلها على مستوى الجمهوريه، وانتوا بتعملوا مشروع بتطبقوا فيه الحاجات اللي انتوا اتعلمتوها في المواد العلميه على مشروع. تمام، هديكم مثال. السلايد دي بتوحد او بتوضح، اسف، مشروع الكابستون بتاعي بتاع الترم الثاني السنه الاولى. كان المشروع عباره عن alternative energy source، يعني يا جماعه عايزينكم تخترعوا مصدر بديل للطاقه. تمام، فاحنا كنا شفنا توليد كهرباء من النبات، يعني كان طلعت حوالي 9 فولت، وموضوع معانا وجبنا ايه بلس في المشروع اللي هي اكتر درجه في الكابستون بشكل عام. يعني تمام، ده كان زي اللي احنا قدرنا نوظف المناهج بتاعتنا برضو في الكابستون. طبعا ما تنساش ان انت تاخد هاف فان في المدرسه، ما تلزمش نفسك ان انت مذاكره بس طول الوقت وكابستون وجورنال ومش عارف ايه. هو بتجيب وقت فراغ كده تهاف فان مع اصحابك، وتشوف اصحابك اللي في الاوضه الثانيه، تقعدوا مع بعض تتسامروا، تشوفوا انتوا وصلتوا لايه في المذاكره، تلعبوا كوره، تعملوا اي نشاط عشان ينشطكم ويدفعكم برضو كدافع للحياه جوه السنه. طبعا احنا بنعمل ايفنت كتير قوي، بناخد فن. الحياه عندنا مش علم زي ما كان دكتور طارق قال في الاول خالص، برضو في طرق قوي او طرق كتيره بنقدر ناخد فيها فن عندنا في المدرسه. بس يعني بس، واخر حاجه فيل براود انك تبي استمر، لان الاستمر دوت هو واحد ملزوم يعمل حاجات كتيره قومه، وبيتعب جدا بين مذاكره وكاب سي في بيظهر له وجامعات بيبص لها وبيقدم على الابلكيشنز بتاعتها، لكنه في النهايه يفضل الشخص اللي هو اللي يوظف كل حاجه بيتعلمها عشان يفيد بلده ومجتمعه بجد. بس شكرا لكم، اتمنى فعلا تكونوا استفدتوا. لو في اسئله زي ما عبد الستار قال في الاول، الجراء للاخر خالص، في ناس بتقول كانت بالراحه وسرعتك وكده، هو انا كنت خايف بس ان السلايدز عندي النت بطيء فصوتي ما بيظبطش معايا. فعموما لو في حاجه ما فهمتوهاش، انا ممكن اديكم الاكونت بتاعي وترسلوني على حاجه معينه، او ممكن تسالوا كمان السلايد لحد غيري بس. شكرا لكم جدا. ماشي يا جماعه، انا كنا عارفين ان الصوت عند مازن مش واضح قوي، ويمكن الصوره كمان مش واضحه، بس ده بسبب ممكن النت تقيل شويه عند مازن. تمام، مازن اتكلم عن ايه بكل اختصار؟ مازن اتكلم عن المواد اللي موجوده في المدرسه، ايه هم العشر مواد اللي احنا بندرسهم، اللي هو منهم احياء وعلوم الارض وفيزياء ورياضه وميكانيكا وباقي المواد. مازن اتكلم عن نقطه هتفيدكم بعد ما تخشوا المدرسه، وطبعا دي كلها بهدف التشجيع. تمام، اتكلم عن ايه كمان؟ اتكلم عن الكابستون اللي هو المشروع اللي احنا بنعمله كل ترم، اتكلم عنه وان بيبقى فيه 5 أعضاء في نفس الجروب، ودول بيحلوا مشكلة من مشاكل مصر مع بعض. تمام، وفي الاخر بيقدموها في حاجة اسمها اكزيبيشن او معرض، ده اللي انا قلته في الاول خالص. وفي الاخر مازن كان بيوضح ان المدرسة مش مذاكرة بس، انت برضو also you need to have fun، يعني انت في المدرسة لازم برضو تستمتع بوقتك، انت مش كل حاجة هتعملها اللي هو انا مذاكرة وبس، لا بالعكس، هو ساعات في بعض الاوقات المذاكرة تبقى ممتعة. مازن كان عايز يوصل برضو في الاخر نقطة be proud to be a stemmer، يعني ايه؟ يعني خليك فخور ان انت استمر. في سؤال واجهنا في الكومنتات، ف معظم الأسئلة أساساً هتلاقوها جاية في الطريق، تمام؟ والأسئلة اللي ما جاوبناهاش هتلاقوها في الآخر. السؤال بيقول هل الشهادة معتمدة في العالم كله؟ أيوة، ما أنت علشان كده be proud to be a stammer، أنت واحد شهادتك معتمدة في العالم كله، فما تقلقش من حاجة،
مازن ما دخلش في موضوع حاجه لها علاقه بامتحان القبول، بس كان بيوضح لكم شويه حاجات عن اللي هو المواد المدرسه وعن المشروع وهكذا. دلوقتي عبد الرحمن هيخش يتكلم معاكم عن الحياه الاجتماعيه وازاي تتاقلم على المدرسه بالبعد عن اهلك، وان انت اساسا في ناس بتسافر. يعني انا واحد مثلا في سكندة اهليه بس انا من القاهره. هيكلمكم كل ده عنه عبد الرحمن، وهيقول لكم هو اتأقلم على الموضوع ده ازاي بتجربته الشخصية، وازاي تستخدم مميزات الموضوع ده لصالحك. بس اتفضل عبد الرحمن. كل الأسئلة دي يا جماعة هنجاوبكم عليها في الآخر، احنا بنجمعها حاليا وهندي في الآخر فرصة للناس كلها إنها تسأل اللي هي عايزاه، فما تقلقوش. والبث ده بيتسجل وإن شاء الله يعني هيبقى متاح ليكم بعدين. طب تمام، معلش يا شباب بس علشان الصوت كده مظبوط. مظبوط يا عمرو. تمام، انا عبد الرحمن العمراوي، هكلمكم عن الحياه الاجتماعيه في ستيم وازاي انا مريت بالسنتين اللي هو دلوقتي داخل في جريد 12. فاكلمكم عن السنتين، سنه اولى وسنه تانية. بالنسبه لي انا كنت كشخص منطوي، النوع اللي هو انا ما اعرفش غير هما اتنين زميلي اللي بروح معاهم درس واحد وبرجع تاني، وما اعرفش غير بابايا ومامتي، هما دول بس اللي بتعامل معاهم. باخده اروح اقول لبابايا وهو يقول لي اه لا لا. فبالنسبه لي بعد ما خلصت ثالثه اعدادي لقيت نفسي في بيئه هقعد لوحدي بعيد عن اهلي، بقى سيبني من بابا وماما والكلام ده كله اللي انا كنت مرتبط بيهم حرفيا، ما بسيبهمش عامه يعني. ودلوقتي دخلت مكان انا لازم اتعامل مع ناس انا ما اعرفهاش، ما اتعاملتش معاها قبل كده وما اعرفش اساسا ازاي اتعامل مع الناس. بعد كده اول ما دخلت طبعا كان السمر كامب بالنسبه لنا ما بنعملش حاجه يعني، فكنت متقبل الحوار سنه يعني، بس كنت استيل ما بكلمش حد، ما اتعاملش مع حد اساسا. جينا بعد كده بقى بعد الاسبوعين بتوع السمر كامب دخلنا في الجد ومذاكره والكلام ده. انا طبعا متعود ان والدتي اللي بتذاكر لي، فدلوقتي انت محدش يقولك ذاكر، محدش يقولك اعمل اي حاجه، انت مستقبلك في ايدك، مسؤوليتك مسؤوليه نفسك، محدش هيقولك حاجه. فاللي حصل ان بدات بقى يبقى في مشاكل مع السكن. مش هكذب، انا كنت بعيط والتليفون 24 ساعه بكلم اهلي، وفي احيان اللي هو الجورنال كان بيبقى اسبوع، فالاسبوع اللي ما كانش بيبقى فيه جورنال كنت بروح يوم الاثنين او يوم الثلاث. ده كان مجمل اللي انا كنت بعمله يعني. الترم الاولاني ما كنتش طايق المدرسه وما كنتش بذاكر عشان طبعا حالتي النفسيه كانت زي الزفت والكلام ده كله. جينا الترم الثاني بتاع سنه اولى بدات اتاقلم شويه، بس ما زال برضه مش طايق السكن او مش عارف اتعامل معاه. ف يعني ما كنتش كنت بتعامل مع زمايلي دول ان احنا في مدرسه وهم المدرسه زيهم زي المدرسين، فعامة كنت معتبرها حياة أكاديمية جدا وما كنتش بحبها خالص. جينا بقى طبعا في الأجازة، اللي حصل إن أنا بقى اتعاملت معاهم بره المدرسة، عملت مع زمايلي خالص بره المدرسة، بدأت بقى اللي هو أهزر معاهم ونخرج مع بعض والكلام ده كله. وبعد كده دخلنا بقى سنة تانية، بدأت أتعامل معاهم إن هم أصحابي فعلا بقى اللي أنا اتعاملت معاهم بره إطار المدرسة خالص. وبقى بالنسبة لي السكن ده مكان أنا بحبه. زائد بقى ان الواحد تعلم مسؤوليه، بقى تعلم ازاي هو يعرف يذاكر نفسه ويعرف يقسم وقته، يعرف يعمل كل ده من غير استعانه لاي حد، ولو احتاج حاجه زمايله كلهم موجودين. سواء كان في ناس كان في واحد اسمه احمد ياسين، هو ده اللي كان يعتبر متبنيني، ده هو دلوقتي في سنه ثالثه في عيادة ندعيله يعني. هو اللي كان متبنيني، كان بيقول لي اذاكر ازاي، كان علمني كل حاجه لانه كان شافني متوتر جدا ومش طايق المدرسه. فجيت في سنة تانية طبعا بدأت أحب المدرسة وأتعامل مع زمايلي أكتر، وبدأت أشيل المسؤولية، أي قرار أخده ما بقتش أرجع لأهلي، بقيت أشوف أنا إيه الأصلح لي، لأن أهلي مش هما اللي قاعدين في البيئة اللي أنا بتعامل فيها. البيئة اللي أنا قاعد فيها هما مش قاعدين معايا عشان يقرروا أروح كذا أعمل كذا، ومعظم أولياء الأمور مش فاهمين نظام ستيم بالظبط. اللي عايش فيه أو الطالب ذات نفسه هو اللي فاهم إيه الأصلح له وإيه اللي مش أصلح له. بدأت في سنة تانية بقى أتحول 180 درجة، ممكن ما أروحش البيت، أقعد في السكن عادي،
بدات اشوف مذاكرتي، لان فعلا انا كنت في سنه اولى الحوار النفسي والكلام ده كله كان مؤثر على نفسيتي جدا، اللي هو ما كنتش بذاكر، او كل ما ابص للمذاكره افتكر السكن والقرف بتاعه ما بذاكرش، فاثر على الجريد بتاعي في سنه اولى. جيت في سنه تانية الترم الاولاني طبعا الموضوع بقى احسن، بقيت عارف اذاكر ازاي، الموضوع مذاكره والريفرنس والترجمه والانجليش كلام ده. طبعا انا كنت مدرس عربي، فبالنسبه لي الحوار كان صعب في الاول، بس زي ما محمد قال يعني اتطورنا فيه وبقينا بيرفكت يعني، ويعتبر ممكن اذاكر براحتي في الوقت اللي انا عاوزه، وفي نفس الوقت ما عادتش محاضره معايا المذاكره. إيه برضو دي بقى حاجه من الحاجات والقيم اللي ستيم بتعلمها لنا، ان بتبني لك شخصيه، بتخليك انت تتحمل مسؤوليه نفسك. اللي هو انا بالنسبه لي ما كنتش اعرف اخرج من بيتنا لوحدي، كنتش اعرف اروح المدينه اللي جنبنا لوحدي، دلوقتي ممكن اروح القاهره لوحدي وانا من المنصوره ووالدي ما يخافش عليا عادي. بقيت مثلا اي حاجه تجيلي اعملها اه ولا لا، انا بستشير والدي اذا كان هو موافق ولا لا، بس مش اخد منه قرار النهائي او هو اللي يحدد لي مصيري بس. والقرار في الاول والاخر يعني بيرجع لولي الامر، بيرجع لولي الامر من ناحيه يعني. في ناس عندنا عملوا زي كده في سنه اولى، ناس كده فولي الامر قال لك لا المدرسه دي مش ليه، ما ينفعش المدرسه دي تبقى ليه، وهم واخده محول لهم واخده جنبه في عام. انا اهلي شدوا عليا، وكان في بعض الاحيان ما بيردوش عليا عشان ابدا اصلا من النظام يعني وكده. ف لازم اي ولي امر يشوف ابنه في الحاله دي، واكيد هيشوف ابنه في الحاله دي، يدعمه ويقول له هتجيب المدرسه دي مستقبلك، هتعمل الكلام ده كله، بلاش ان هو يتعاطف معاه ويجيبه، يخليه في المدرسه ويشد عليه شويه عشان المدرسه مستقبلها حلو. ثانيا انت زي ما قلنا بي براود تو بي استمر، يعني براود تو بي استمر يعني انت بالنسبه لك استم خلاص، انت ممكن تتكلم مع دكتور جامعه والدكتور جامعه يفهمك، ويبقى ليك شخصيتك بذات نفسك كده. يعني مش لازم اخد بابايا معايا وانا بكلم دكتور الجامعه ده، ولا عشان اكلم الراجل الكبير ده يبقى لازم يكون معايا حد كبير، لا انا بكلامي اقنعه وابان ان انا كبير، دي بدماغي، ده اللي ستيم بتعلمه لنا عامه يعني. وطبعا اولياء الامور يعني ما يلاقوش من حته ازاي هيروح لوحده، هيروح وهيبات لوحده وهيبات بعيد عننا والكلام ده كله، هو لك محاط بعيله، انا لو احتجت حاجه بروح لزميلي، زميلي بيدعمني فيها، فاحنا كلنا عامه بنبقى عيله مترابطه، ومحدش فينا يعني بيقع، لو واحد بيقع بيلاقي اللي بيسنده. فستيم ككوميونتي، ستيم كمجتمع، فهو مجتمع جميل، مجتمع جميل، وانا فرحان ان انا جزء من المجتمع ده. وطبعا اللي عنده اي اسئله ممكن يسيبها لي في الكومنتات عادي، وانا هرد عليها. دلوقتي هسيب معاكم شنتي هتتكلم معاكم شويه. صوتي مسموع صح؟ تمام. ازيكم يا جماعه، اسمي سنتي حسامي، تستمد اهليه طبعا، داخله ثالثه. طيب انا هكلمكم مراتي عن امتع حاجه في السن كلها تقريبا، اللي هو الاكتيفيتيز. الاكتيفيتيز او الاكسترا كريكولر اكتيفيتيز، عشان لو حد لغات زي حالتي مثلا وما كانش ليه مفردات عربي. المهم انت عندك الاكتيفيتيز في ستيم مش محدده زي ما كنت في اعدادي قبل كده او ابتدائي، اللي هو حط صور، اعمل بحث، مش عارفه هنروح نزور مش عارفه الحاجه اللي جنبنا كده. يعني الاكتيفيتيز في ستيم حاجه مفتوحه جدا، انت اصلا عندك اكتيفيتيز جوه المدرسه نفسها وبره المدرسه، عشان يعني الموضوع مفتوح معاك. طيب انا هتكلم الاول عن اللي جوه المدرسه. اللي جوه المدرسه طبعا احنا قاعدين في السكن، قاعدين 24 ساعه في المدرسه، بنصحى وكل حاجه في المدرسه. طيب انت، طيب انت في المدرسه هل انت هتفضل تقعد طول الوقت تذاكر زي ما هم قبل كده قالوا في الاورينتيشن دي؟ انت جزء من كونك في المدرسه، فانت برده هتبقى عايز تاخد تو هاف فن وتعمل كل اللي انت عايزه، برضو لو عندك هوايات تكملها. ف
انت مش تغلق، مش هتقفل نفسك، مش عشان انت مدرسه داخلي فهتقفل نفسك فخلاص هتعتمد على المذاكره. اصل احنا مدرسه صعبه ومارينا ومذاكرتها جامده وكده، فاللي هو خلاص بقى احنا ننسى الاكتيفيتيز وننسى الحياه بقى. لا، انت عندك في ستيم اصلا جزء لا يتجزأ من تجربتك انك بتجرب حاجات جديده عن طريق الاكتيفيتيز دي. طيب زي ما قلت جوه المدرسه عندك تيمز، عندك مسابقات. طيب التيمز زي ايه؟ يعني انت دلوقتي مثلا زي ما هم كانوا بيقولوا برضو انت بتحب البيولوجي، فهيبقى عندك تيم في ناس زيك بيحبوا البيولوجي وهتبداوا تعملوا اكتيفيتيز زي ما انت عايز. عندك برضو الفيزيكس نفس الشيء، عندك برضو الارتس، عندنا ارتمانيا، وطبعا دول اصلا لو انتوا شو دخلتوا مدرسه ولو كان عندكم فرصه ان انتوا تشوفوا المدرسه مثلا في الصور، فاصلا اللوحات اللي على الجدران بتاعت المدرسه كلها والسور والكلام ده، فهو ده كله شغل الناس اللي في المدرسه، مش حاجه مطلوبه مننا، بالعكس حاجه احنا كان ناس قبلنا بيحبوا من اول سنه فتح ستيم يعني تاهيليه وكده، فهم الناس او يعني كانوا بيحبوا الارت وراحوا عملوا حطام راحتهم، ولحد دلوقتي طبعا اثرهم لسه موجود. في طبعا تيمز كان موجوده زي برضو ليجاسيز، في تيمز بتبقى موجوده على مستوى مش مدرستك بس كستيم ده اهليه، ممكن كمدارس كتير، يعني مثلا زي ستيم استرونومي. ستيم استرونومي اصلا تقريبا التيم الوحيد اللي موثق قوي، هو مش موثق ان هو يبقى حلو والباقي وحش، هو كلهم حلوين، بس انا بتكلم ان هو تقريبا ده التيم الموثق الوحيد في ستيم. ستيم استرونومي موجود في ستيم كلها، وهو اصلا معمول من زمان ولحد دلوقتي لسه الناس شغالين فيه وشغالين فيه. ليه؟ عشان هم عندهم شغف وحب للاسترونومي. طبعا اصلا احنا عندنا الهيد اصلا معانا في المدرسه. المهم ان هو الاكتيفيتيز اللي جوه المدرسه في التيمز وكده، فانت انت اللي بتعملها، يعني انتوا المدرسه مفتوحه اهي، تمام، انت عندك اي شغف باي حاجه. يعني مثلا كان عندنا برضو فتره قبل كده، كان السنه اللي فاتت اعتقد كان ابدير هو اللي كان عاملها، كان طي الورق وكده، كان طي الورق بيعملوه وبيعلموه جوه المدرسه، وكان في تدريب ليهم وكل ده. فهو لو انت شغوف بحاجه فتقدر تعملها جوه المدرسه عادي، تحت طالما هيئه المدرسه طبعا وافقت لك، وتقدر تعمل ميتينجز في المالتي ميديا وكل اللي انت عايزه براحتك. فهو يعني الاكتيفيتيز جوه المدرسه مش محدوده، انت اللي بتعمل الاكتيفيتيز، انت اللي بتخلق الحياه جواها، يعني انت اللي بتدي لها الروح كده. طبعا في برضه مسابقات جوه المدرسه، زي مثلا اللجنه العلميه كانت بتعمل كل سنه تقريبا مسابقات ما بين الفصول، وطبعا المسابقات دي ممكن تزيد حسب لو انت مثلا الشخص اللي ماسك المنصب اللي هو بتاع اللجنه العلميه مدرسه، او لو انت مثلا شخص عادي بس انت عايز تعمل مسابقه وكلمت وعملتها فتمام. يعني اصلا كان عندنا برضه مسابقات رسم ومسابقات خط جوه المدرسه وما الى ذلك. طيب زي ما انا قلت، انت دلوقتي استمر حلو وقاعد في مدرسه داخلي وبتذاكر وخلاص عملت اكتيفيتيز جوه المدرسه، هل معناه ان انت برضه هتقفل على نفسك جوه المدرسه؟ لا، انت اصلا يعني جزء برضه من الذكريات اللي هتبقى عندك هتبقى اصلا بره المدرسه. طب ازاي وانا مدرسه داخلي؟ مفيش ادنى مشكله. هقول لك على حاجه، انا اصلا يعني الاكتيفيتيز والمسابقات اللي بره المدرسه كتيره جدا، تمام، وعشان تلاقيها يعني في ستيم احنا بنشترك في كام حاجه زي معروفين كده، استنباط كده موجوده مش فرضا عليك، بس اللي هو مشهور ان الستيمرز بيدخلوا فيها. غير كده هو انت برضو عندك مسابقات ممكن تبحث عنها براحتك. طيب المسابقات اللي بره المدرسه، حاجات زي مثلا ايسف استف، عندك مسابقات برضو فردي زي الفيزيكس اولمبيكس، الانجليش اولمبيكس، ماس اولمبيكس، كانجارو ماس، مسابقات طبعا ملهاش حدود. يعني دي بتبقى حاجات يا اما بتبقى مشاريع زي ما قلت زي ايسف واستف، بتبقى مشروع انت اصلا كنت شغال عليه ودخلته، او حاجات كعلميه دراسه او كده وتشتغل عليها زي مثلا فيزيكس وكده، بتذاكر حاجه معينه وبتروح تمتحن فيها وعلى مستوى مصر كلها وكده. برضو التيمز اللي بره المدرسه كتير، يعني مثلا في سي سي سي، انا برضو انا تي سي سي اليكس، وفي طبعا القاهره الاء فيها، وفي عندنا كان حد برضو في ثالثه يوسف نبيل اعتقد فيها، في برضو عندك تيدكس، في مدرسه جزء كبير من المدرسه في تيدكس، في اي تريبل اي، فعندك برضو عدد التيمز اللي ممكن تفتحها وتحضرها وتبقى جزء منها بره المدرسه كبير جدا. طيب ايه تاني؟ عندك الايفنتس،
الايفنتس بقى اللي هي دي اكتر حاجه كده انت بتروح تستمتع بيها، يعني دي بقى اليوم اللي هو مثلا عندك اللي هو مثلا عندك ميك فير مثلا او بيلد يور فيوتشر او اي حاجه من دي، فانت بقى اللي هو بتستنى اليوم ده مخصوص مثلا قبلها بشهور من ساعه ما تعلن عنها، لان ده اليوم اللي انت مثلا انت عندك صحاب في ستيم مثلا معادي او اكتوبر او اسماعيليه او عبور او اي ستيم تانية غير برد اهليه او ستيم انت دخلتها، فاليوم ده هو اليوم اللي انتوا كلكم بتتجمعوا فيه كده وتقابلوا بعض وصور كتير بقى وذكريات طبعا ما بتتنساش اصلا. فيعني ده كله اصلا عباره عن تجربه كده لازم بتعدي خلالها كده يعني. وبرضو الحاجات اللي هي زي ميكر فير وكده انت مش بس ممكن تشترك فيها كان انت بس تروح تتفرج، يعني طبعا عايز تتفرج تتفرج براحتك، بس انت عندك فرصة كمان انت ممكن تعمل فولنتيرينج مثلا، يعني انت ممكن تكون شخص من الاورجنايزرز هناك كنوع من انواع الفولنتيرينج، ممكن تكون ميكر من الناس اللي هم اصلا بيوروا مشاريعهم للناس. كان عندنا اصلا السنة دي ناس في تانية كانوا اشتركوا كميكرز وعدينا عليهم وكنا كل شوية بنعدي عليهم ونشوف المشاريع بتاعتهم وهم بيتكلموا قدام الناس تانية وكل حاجة جميلة جدا. طيب انا عارفة بقى اكبر جزء في حاجة قبل ما بتكلم عن الجزء ده، في جزء internships. احنا عندنا مدرسة تأهلية وفي مدرسة تانية كمان في ستيم بتبقى مشتركة مع جامعات بحيث ان انت تقدم لك زي نوع من انواع التدريب. انواع التدريب دي اصلا هتفيدك يعني مثلا في هندسه مثلا تروح تقعد مثلا هناك في الجامعه او كده، فهي بتبقى حاجات ليها علاقه بالمدرسه برده، ودي حاجه بتبقى متاح ليك. واظن اصلا ان هي بره ستيم في مدرسه من المدارس اصلا بتعمل حاجه زي كده، فدي حاجه مهمه. طيب هتقولي دلوقتي طيب الاكتيفيتيز دي، ما هو انا دلوقتي في مدرسه مذاكرتها صعبه وما عنديش وقت، طيب ما انا هعمل ايه في كل ده؟ ازاي انتوا بتعملوا الحاجات دي كلها؟ ما انا اروح اذاكر بس وخلاص ماليش دعوه، واللي عايز يعيش حياته يعيش حياته بره المدرسه وخلاص. طيب لازم تعرف اصلا ان الاكتيفيتيز مش بتضيع وقتك، انت لما بتشترك في اي اكتيفيتي سواء جوه المدرسه او بره المدرسه فانت بتكتسب سكيلز جديده، سكيلز انت ما كنتش هتكتسبها لو انت كنت قعدت كده في الاوضه براحتك. يعني مثلا لو كنت يعني مثلا انا عن نفسي بكره مسابقات جدا جدا، وكان اهلي اي حد بيحاول ان هو يخليني ادخل اي مسابقه ما كنت برفض، يعني اللي هو رفض قطعي قطعي، يعني انا ما بحبش المسابقات باي طريقه. بس لما عرفت ان كان في ISF وكده في المدرسه، فهو فكره ISF ان هو كان فيها ناس بيروحوا، يعني انت بتقدم مشروع ويجي ويقيموك ومقيمين يسألوك اسئله وحاجه شبه ايه التقييم بتاع كابستون بتاعنا كده. فانا قلت طب ما استغل الفرصه ديت وادخل بحيث ان انا يعني ايه اكتسب خبره كده، يعني مش لازم اكسب. انا اصلا يعني انا كنت بكره مسابقات في اللي هو كنت عايزه اعرف بس الدنيا عامله ازاي، يعني لان كان برده سنه ثانيه كانوا داخلين كتير قوي وثالثه طبعا، فالوقت انا قلت بقى ايه طب ما خلاص انا هدخل واجرب. ففعلا دخلت وفعلا كان مشروع بتاعي اصلا يعني يعتبر كان حاجه ما فيش مشروع اصلا يعني، بس انا دخلت بس عشان اشوف الوضع عامل ازاي في التقييم وكده. وفعلا انا في اليوم ده استفدت ان انا جرأت اول مره وجيت على خوف اللي انا كنت خايفه منه المسابقات وقطعته واشتغلت على نفسي وكده، اني عرفت التقييم عامل ازاي، وده فادني بعد كده اصلا في مشروع يعني في ساعه الكابستون ده ما كنا بنعرض في اول ترم خالص في اولى، الناس كلها كان كتير منهم لسه متوترين، طب ده اول تقييم لينا هنعمله بمشروع وكده، طب هيسالونا ايه هنعمل ايه هنتكلم ازاي. فانا اصلا لما كنت داخل ISF كنت بقدر اساعدهم، يعني مثلا اقول لهم يعني المقيم ممكن يسالك مثلا حاجات زي كده، طب ناخد بالنا في حاجه زي كذا كده يعني، فاللي هو كان بيدي خبره يعني. حتى برده الحاجات اللي هي بره المدرسه برده اللي هي ناسا، يعني مثلا ناسا انت كنت تقعد يومين بره المدرسه، طب ما ده تضيع وقت، انت بتقعدي يومين بره المدرسه. لا هو يعني الفكره كلها ان انت بتكسب خبره بتكسب ذكريات بتكسب حاجات كتير اصلا انت هتحتاجها بعد كده سواء جوه المدرسه او براها. يعني ما انت برده لما تيجي تذاكر الفيزكس مثلا اولمبيكس او كده، فانت بتذاكر منهج معين انت اصلا هتلاقيه منهجك في اولى وثانيه، فانت اصلا مش بتضيع وقت، انت يا دوبك بس يعني مثلا برده عندك برين بي نيو ساينس، كان في ناس عندنا بيشتركوا من اولى وثانيه، واصلا منهجك عباره عن يعني المفروض انت تلحم فيه في برين بي وكده، هو عباره عن اللي هو النيور سيستم او اللي هو الجهاز العصبي بالعربي وكده. فهو يعني انت ممكن
تذاكروا عادي في اولى وثانيه، وهتلاقي نفسك لو انت دخلت مثلا علم علوم في ثالثه، وغالبا لو انت رحت اشتركت في خطاب ادبي هتبقى علم علوم يعني، بس هتخش هتلاقي اصلا ده منهج ثالثه، فانت ما بتضيعش وقت باي طريقه يعني. عمر الاكتيفيتيز ما ضيعت وقت يا جماعه بجد، عمرها ما ضيعت وقت. واصلا بعيدا بقى عن كل بقى الخبرات، لو انت خلاص مش عايز خبرات بقى، مش عايز حاجه، انا عايز اشوف مستقبلي واخلص يعني. انا مش مهتم انا بالسكيلز، انا داخل اشوف مستقبلي اصلا، واصلا داخل من السم عشان مرح اصلا. طيب عايز اقول لك اصلا ان الاكتيفيتيز ديت والحاجات اللي انت بتعملها دي كلها اصلا مطلوبه منك عشان تقدم على منح بره، وده طبعا هنتكلم عنه اكتر بعد يعني مع الاء. بس انا دلوقتي هتكلم عن حاجه بسيطه، ان هو اصلا الاكتيفيتيز دي هتحتاجها في السي في بتاعك لما تيجي تقدم على اي دوله، على اي حتى بروجرام تدريب او اي حاجه ممكن تفيدك جدا جدا، سواء جامعات بقى بره او كده. فهتلاقي اصلا السي في بتاعك لازم يكون مليان اكتيفيتيز، اصل هما الناس بره مش عايزينك شخص بتذاكر وبتضح وخلاص، اللي هو انا ماسك الكتاب مش هقوم من عليه، او في حالتنا اللاب يعني. لا، انت شخص مفروض تكون عندك حياه بره، بره الكتاب، بره المراجع، بره الحاجات دي. فكون ان انت بتشترك في اكتيفيتيز، بتشترك في ايفنتس، بتعمل الحاجات دي كلها، فولنتيرنج وكل الكلام ده، فده اصلا جزء مطلوب منك عشان تقدم بره. فانت ما بتضيعش وقت باي شكل، سواء بتنمي نفسك او سواء انت بتجهز السي في عشان تقدم بره او كده. فيعني الاكتيفيتي اصلا جزء ممتع جدا يا شباب بجد يعني، هو اصلا ده امتع بالنسبه لي حاجه بعد ما كنت بكره مسابقات، فدي امتع حاجه بالنسبه لي في السيم لحد دلوقتي، اللي هو اي مسابقه تمام انا لو في حاجه ليا يعني بشترك على طول. فبجد اي حد فعلا هيدخل السيم بعد كده وكده ما يوقفش نفسه عند اي اكتيفيتي، بجد اشتركوا كل حاجه لغايه ما تعرفوا حتى اللي انتوا بتحبوه، لان في حاجات في اكتيفيتيز ممكن تفتح لك مجالات كمثلا كليه بعد كده او تخصص انت عايزه، يعني مثلا زي نيور ساينس او كده، حاجه احنا ممكن مثلا ما كنتش عارف عنها في اولى وثانيه، بس انت خلال المسابقه عرفت مجال جديد انت ممكن تدخله بعد كده. كذلك برضو في الاسترونومي والحاجات دي كلها. ف يعني سواء بقى انت برضو مدرسه عربي او لغات، انا كنت لغات بس ما فرقش معايا صدقوني يعني، كل حاجه بنشرف في الاول بس تمام يعني. مسابقات ما لهاش علاقه اصلا بالمدرسه عشان ما حدش يخاف من الموضوع ده يعني. برضو بالنسبه برضو ان هو يعني هتقعد يومين بره من بين المدرسه والحاجات دي كلها وكده، فهو الموضوع في الاول انا كنت بخاف ان انا اللي هو يعني مثلا انا هقعد بره المدرسه، هو انا اصلا باين انا من البيت قاعده في المدرسه وكل حاجه، بس انا هبعد برضو عن المدرسه يعني، جزء من البيت برضو همشي واسيبه واقعد في مكان ما اعرفوش، ومواصلات بقى وكده، كل ده حاجات بجد هتحسوا ان هي في الاول حتى الاهالي يقولوا اللي هو اذا ازاي اصلا بتسيب بنتك تروح مثلا يعني بالنسبه للبنات بس عشان الولاد واخدين حقهم شويه، بس لو مثلا سايب بنتك ازاي تروح مش عارفه يومين لوحدها مواصلات والكلام ده، كل الكلام ده بجد هيبقى حاجات جانبيه جدا 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 لما تبدا ولما تدخل انت اصلا في ستيم. يعني من اكتر حاجات برده قبل اخر حاجه هقولها اهوت، ان هو يعني احلى حاجه في ستيم ان انت حتى لو انت شخص مالكش يعني ما عندكش الدافع ان انت تدخل اي مسابقه او كده، انت اصلا هتبقى قاعد في الاوضه تلاقي فجاه زميلك بيقول لك ده في مسابقه اسمها ايس فتحت ما تيجي نقدم، او مثلا مسابقه مش عارفه ايه فتحت ما تيجي نقدم، او مش عارفه مثلا كونسلر بعت لك مثلا على الميل مسابقه وحاجه ليها علاقه بيك مثلا او كده، هتلاقي نفسك مع الجو اللي حواليك كلهم بيشتركوا، هتلاقي نفسك بتشترك وبتتجرأ. فيعني بجد المسابقات والاكتيفيتيز والحاجات دي كلها من امتع الحاجات جوه السيم. وطبعا ما ننساش الفاندايز يا جماعه، عشان يعني الفاندايز اهم حاجه طبعا، اهم بارتي في المدرسه كلها. وطبعا ده اصلا بيبقى اصلا اورجنايزرز مننا اصلا يعني، طلبوا من اورجنايزرز زي ما قلت، انت جوه المدرسه الاكتيفيتي بتاعتك انت اللي بتخلقها، انت اللي بتعملها طول ما انت بس عندك شغف، سواء بره مدرسه او جوه المدرسه انت هتعمل اللي انت عايزه. طيب دلوقتي بقى انا هقفل بقى الاكتيفيتيز وهنتكلم بقى عن المنح وكده، منح وتقديم امريكا وتقديم كل اللي انتوا عايزينه، عشان اعرف اصلا نص معظم الناس اللي داخلين وقت السم اللي هو المنح بقى فين. يلا بقى عايزين نتكلم عن المنح. طيب دلوقتي الاء بقى هتتكلمنا، و باي جايز، اشوفكم بقى في الاسئله لو جاوبت على حاجه. كملي يا الاء كملي. تمام اوكي. في الاول ازيكم عاملين ايه؟ يعني يا رب تكون الايام دي جايه علينا وعليكم بخير، عارفين ان هي اجواء كورونا وكده يعني. جاي النهارده بعد كل الكلام اللي انتوا سمعتوه ده، الاهم سؤال يعني، طبعا ده كله مهم، بس اهم سؤال بيتقال في كل جروبات الراغبون يعني، اللي هو انا ايه ضمني ان انا منحه بعد ستيم، وانا هعمل ايه بالمنحه دي، او هاخدها ازاي، او يعني ايه منحه اصلا، وحوارات كتيره بتحصل كده. فانا جايه النهارده يعني اوضح النقطه دي على قد ما اقدر يعني النهارده.
في الاول هتكلم على بوينت او نقطه اللي هو يعني ايه منحه اصلا. خلينا متفقين في الاول كده يعني عشان نبدا الميتنج يعني على خير، ان الجامعات الخاصه كلها فعلا حتى اللي موجوده في مصر الامريكيه بدر البريطانيه كل حاجه بيبقى فيها جزء معين، والجزء ده بيدي منح او بيدي منح للطلاب اللي هم جايين لهم، وطبعا بتبقى بمواصفات معينه. يعني في الاول هنتكلم عن الدول اللي بيبقى متاح فيها المنح. في عامه في جزئين، في منح داخليه وفي منح خارجيه. المنح الداخليه موجوده في مصر زي ما هو زي منح الجامعه البريطانيه، الجامعه الامريكيه، جامعه بدر، وان كان في جزء بره تقريبا معظم دول العالم بتدي منح زي امريكا، هولندا، كندا، واي كان من دول. طب ازاي انا دخلت ستام دلوقتي، ازاي انا كطالب اخد منحه؟ يعني هعملها ازاي؟ في الاول انت ما بتدخل يعني بيقول لك ايه ان انت من تشبه بقوم، يعني هو اللي بيكون متشبه بقوم بيكون منهم يعني. فخلينا احنا في القوم بتوعنا دول، احنا القوم احنا كلنا معظمنا فعلا بيبقى عندهم دفعه او طلب ان هم ياخدوا منحه. يعني اللي هو انا داخل ستم ومحطوط عليا وبجتهد كتير قوي وبعمل 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 وفي الاخر عايزه يكون ليا مستقبل كويس. فدلوقتي انا اخدت منحه او انا عايزه اصلا ان انا اخد منحه، وبسمع بقى ان مش عارفه ان في ناس في السنه اللي فاتت وبتاع خدوا منح وكده، فانا ازاي كطالب اخد منحه؟ دلوقتي انا عندي كل الدفعات تقريبا بيبقى هدفها ان هي الحاجه دي، فانت ما بيكون كل المجتمع الحقيقي كده، فانت بتبدا تجهز للحاجه دي. طب ايه هي خطوات المنح؟ دلوقتي انا هتكلم على الخطوات بتاعت الدول الخارجيه لان هي بتبقى اشمل شويه، وبعد كده اخش في الدول اللي هو المنح الداخليه. في ضوابط او شويه متطلبات الدول الخارجيه بتطلبهم للطلاب اللي هم الدوليين عشان يتقبلوا عندهم في الجامعه. في الاول بس هنوضح حاجه، ان المنحه عامه بيبقى فيه منها فاينانشال ايد، او اللي هو بطلب منهم ان هم يدفعوا لي فلوس، او انا اخش بفلوسي عادي يعني. بس احنا يعني عشان كطلاب دوليين ومن مصر وغلابه يعني، فاحنا بنقدم يعني على فاينانشال ايد وعايزين فلوس وكده. في منح نوعين، في منها الكليه وفي منها الجزئيه برضو يعني عشان نكون عارفين. في الاول انا مثلا لو مقدمه على جامعه في امريكا سي، او قول مثلا جامعه ييل، اي جامعه في امريكا او جامعه ييل او اي كان بيبقى ليها متطلبات معينه عشان تقبل الطلاب دول. اول حاجه في المتطلبات دي امتحان اسمه SAT او ACT. ايه الفرق ما بينهم او ايه هم اصلا؟ يعني انا مش هخش في الفرق قوي عشان ما تتلخبطوش يعني. السات ده بيبقى امتحان انجلش وامتحان مع رياضه، انما الاي سي تي بيبقى هكذا بس بيبقى معاه جزء علوم وكده يعني. الامتحان ده بيقيم قدرتي في اللغه الانجليزيه عامه وسرعه البديهه عندي وايا كان، وكل ما بيجيب سكور اعلى كل ما فرصتي في المنح اكيد بتبقى كويسه يعني. تاني حاجه الجي بي اي. الجي بي اي ده تقريبا كلمه سمعتوا عنها كتير يعني، فاكيد في ناس عارفينها وناس مش عارفينها، بس في نقطه بس يعني الناس واخده عنها فكره غلط شويه. لما باجي اقدم الجي بي اي باخد مجموع 4 سنين، ثالثه اعدادي واولى ثانوي وثانيه ثانوي، وبما اني ما كنت يعني انا بقدم ما بكونش دخلت ثالثه ثانوي، فساعتها الاي تي او مستر ابراهيم ازيك يعني بيحط لنا الدرجات المتوقعه في سنه ثالثه، يعني بياخد متوسط الثلاثه وبيحط في سنه ثالثه ثانوي. تمام، بياخد الاربعه دول وبيقسمهم بيطلعهم من نسبه مئويه وبيعمل شويه حاجات كده، بيطلع في الاخر يعني المجموع كله من اربعه، يعني مثلا 3.5 من 10، 3.9 من 10 وهكذا يعني. واكيد برضو كل ما بتبقى عالي كل ما بيبقى دي حاجه كويسه، وبرضو بيتاخد في عين الاعتبار الرانك او تقدمك على اصحابك يعني. بس برضو هوضح نقطه، ان في ناس بتقول انا مثلا في حاجات بتبقى طالعه على المدارس اللي هو انا مش هخش المدرسه دي عشان بتوقع صحابها او ايا كان. في حاجه اسمها رانك او ايه يعني، مثلا انا طلعت الاول، انا طلعت الثاني، انا طلعت الثالث. لو يعني في الدفعه مثلا كلهم جايبين جيد تمام، بس في 5 جابوا جيد جدا، يبقى في واحد في الاول وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع، دول قد ما في فرق في الترتيب بتاعهم على مستوى المدرسه بتاعتهم. دي كده خلصنا نقطه الجي بي اي. في جزء مهم جدا قوي اسمه personal statement، او خطاب او مقاله شخصيه بكتبها عن نفسي بوضح فيها الصفات بتاعتي والتحديات اللي انا مريت بيها، الحاجه اللي هتخليهم اللي هو انا اشمعنى اقبل مثلا الاء عن محمد، لان الاء احسن منه في مواصفات معينه، حتى لو يعني لو كان ايه بس الاء احسن منه في حاجه، فانا كده هقبل الاء عشان خاطر ان هي احسن منه او عندها صفات كويسه هتنفعنا في المستقبل وتنفع الجامعه بتاعتي.
بعد كده في حاجة اسمها recommendation letters أو خطابات توصية. خطابات التوصية دي بتبقى عبارة عن إن مدرس أو صديق وفي منهم جزء أساسي اللي هو الكونسيلر بتاع المدرسة. الكونسل بتاع المدرسة ده عامة إن هو بيكتب حاجة من خلال معاشرتك ليه أو من خلال تعامله معاك، بيوضح له ويقول له لأ ده أنا كنت عارف إن الطالب ده شاطر وكان بيشتغل معايا كويس قوي، ده كان بيجي يسألني على مسابقات وكان بيكسب حاجات كتيرة، مش عارفة ده كان طلع في إيفنت مش عارفة إيه وكان سبيكر وكان جامد يعني ودمر الدنيا يعني. مدرس بتاعك يقول لك لا ده الطالب ده كان شغال معاك كويس قوي، فاهميني؟ ف كل ما بيبقى ريكومنديشن ليترز بتاعك اقوى والناس اللي حواليك بتاكد على كلامك انك شخص كويس، كل ما بيبقى فرصه قبولك اعلى بكتير. في جزء تاني الاكسترا كريكولر اكتيفيتيز، ودي اللي ساندي اتكلمت عليها قبلي مش هحب اوضحها قوي، بس هي النشاطات اللي انت كنت بتعملها بره الحياه الدراسيه ومسابقات وكده. في حاجه برضو اخر حاجه في التويفل. التويفل ده بيبقى عباره برضو عن امتحان انت بتاخده بس عشان يوضح برضو مهارات اللغه الانجليزيه بجانب السد. نبدا بقى نتكلم على المنح الداخليه، هي نفس الحوار بس الفكره مش بيبقى مكتوب فيها سات ولا مش مكتوب فيها سات وكده، بيبقى ممكن مطلوب فيل، مطلوب بيرسونال ستيتمنت او خطاب الشخص، وفي مكتوب فيها توصيه ومكتوب فيها التويفل والجي بي اي. سوري دول اللي في المنح الداخليه. دلوقتي انا خلصت يعني ألا صوتك بقى فجأة بيقطع وما بقاش واضح خالص. محمد عبد الستار محتاجين بس كلمة صغيرة خالص. أيوة من مستر. عمر عشان يطلع بقى. طيب حاضر ثانية بس ألا تخلص دورها. هي ألا خلصت كده. حاضر بس ألا تخلص. تمام ثانية، هو تقريبا في حاجة حصلت في النت عندها. ألا تمام، سامعاني؟ النت وقف عند علاء. طيب عمر هيقول لكم كلمة لحد ما النت يرجع عند علاء. خلاص تمام، خليه يدخل ينصر عليك. افتح الكاميرا بقى يا مستر. ازيكم يا شباب؟ سامعني ولا ايه؟ تمام يا عمر الصوت واصل. واصل. طيب ماشي. طبعا تمام. الشباب كتر خيرهم غطوا معظم الحاجات اللي انتم محتاجين تعرفوها بشان ستيم وبشان نظام الحياه ونظام الدراسه والحاجات اللي انتم محتاجين تعرفوها قبل ما تخشوا والحاجات اللي انتم هتعرفوها بتفصيل اكتر بعد ما تخشوا باذن الله. ولكن انا هتكلم في نقطه. طبعا معظمكم او نسبة كبيرة منكم يعني في مرحلة اللي هو لسه بيتخذ قرار هل هيخش ولا لا، ولسه متردد في الموضوع. فهتكلم يعني شوية كلام كده بريفلي كده عشان ممكن يساعدكم في انكم تحضروا حاجة زي كده. مبدئيا انت داخل المدرسة عشان انت حابب تحدد مسرحياتك الجاي كله بشكل مختلف عن باقي الناس. كل حد في الدنيا عنده البوتنشال ان هو يكون شخص غير اعتيادي وعنده البوتنشال طبيعي خالص زي الناس اللي احنا بنشوفهم ونتعامل معاهم، زي 90% من الناس اللي احنا بنشوفهم ونتعامل معاهم كل يوم في الشارع وفي ايام كنا بنتعامل معاهم في الوقت العادي. ولكن كل شخص عنده القدره ان هو يكون حد مؤثر، حد ذو قيمه في مجتمعه، حد مختلف عن اي حد تاني سبقه في المجال بتاعه. فاللي بيفرق بقى شخص عادي عن شخص مش عادي ان ده قرر ان هو عايز يكمل حياته بشكل مختلف. ده قرر ان هو اكيد عايز، لان مفيش حد في الدنيا ما عندوش حد او مش عايز يكون حد كبير وحد شخصيه مهمه وذو تاثير والناس كلها عارفه اسمه والكلام ده. ولكن هو يعني اتخذ القرار. اتخذ القرار مش كل حاجه، اتخذ القرار جزء صغير قوي من بدايه الطريق. هو مجرد ان انت قررت تاخد طريق، لكن هل انت مدرك كم العقبات اللي هتواجهك في الطريق ده؟ لا. فدي الفكره، ان انت دخلت ستيم فانت بتقرر لحياتك مجرى تاني، وبتقرر لحياتك ان انت خلاص دلوقتي موجود في مكان مختلف. المكان ده معمول لنخبه من الناس،
المؤهلين ان هم في يوم من الايام يكونوا الليدرز بتوع المجتمع، يكونوا الانفلونسرز بتوع المجتمع، يكونوا الناس اللي هيرقوا بالمجتمع لمكان احسن ومكان افضل بكتير. ف لو كل طالب وكل طالبه فيكم لسه بيقدم ولسه بيتاخد القرار شايف ان هو قد الصعوبات وقد التحديات اللي هتقابله في الفتره بتاعه المدرسه وما بعدها، لان الطريق انك توصل لحاجه معينه مش سهل، عمره ما كان سهل حتى لو مهما كانت الحاجه دي. اي حد في الدنيا، اي شخص ناجح في الدنيا اسمه لسه موجود لغايه النهارده من قرون ومن عقود طويله، بيل جيتس، ستيف جوبز، في السياسه المهاتما غاندي، تشي جيفارا، معاك كل الناس اللي فات على اسمائهم ولسه الناس فاكراهم وبتذكر اعمالهم في كل حاجه. فدول ما كانوش ناس غير طبيعيين، ولا هم اتولدوا بشكل مختلف عننا، ولا كان عندهم حاجات اكتر مننا، ولا ظروف احسن مننا. بالعكس، ممكن الظروف اللي مهيئه لنا حاليا اسوأ بكتير من ظروف مهيئه لمعظم الناس دي. ولكن الفكره ان ده حد اختار ان هو يكمل حياته بشكل ابنورمال، شكل مش طبيعي، وشخص تاني اختار ان هو يكمل حياته بشكل طبيعي زي باقي الناس اللي هم عايشين اقل ما يقال عنهم ان هم عال على المجتمع. فده اللي عايز اقوله باختصار تام، لو كل واحد فيكم قد ان هو يخش ويخوض كل الصعوبات وكل المواجهات اللي هتقابله، طبعا بعد الاستعانه بالله وبعد انك تبدا الطريق ومخلص النيه انك عايز تكون حاجه في المجتمع، وطبعا ده عشان في سبيل ربنا وفي سبيل انك عايز تخدم البلد وكل حاجه، هتلاقي بدل اللي يساعدك 1000. ولكن طبعا لازم تكون متاكد واثق تماما ان الموضوع مش سهل. حلو، لازم تكون قد الطريق ده، وزي ما احد زمايلي قال انت بتعمل حاجه وبتلاقيها. تقريبا عبد الستار قال المحاوله في ستيم نجاح، فهي كلمه صحيحه 100%. انت مجرد ما بتحاول فانت بتتعلم حاجه، في محاولتك سواء نجحت او فشلت فانت بتتعلم حاجه جديده، ووجودك في المكان ده هيساعدك قوي انك تتعلم كل يوم حاجه جديده. ده اللي كنت عايز اقوله. زمايلي معاكم، اخواتكم الكبار، وكل اللي انتوا عايزينه عمره ما يتاخر عليكم فيه، هيكملوا معاكم ويشرحوا باقي الحاجات اللي هم مجهزينها، ومعاكم في الكومنتس اللي رد عليا اسئله. مع السلامه يا اولاد. شكرا يا عبد الستار. عبد الستار زميلنا يا جماعه عمر عبد السميع في ثالثه حاليا بيمتحن. نشكره جدا على المعلومات القيمه اللي هو اداها لنا دي وعلى كلامه ده، فيا ريت ندعي له يا شباب. بس كده احنا يعتبر خلصنا، بس حابب اقول كام نقطه في الاخر قبل طبعا ما نتوجه للاجابه على اسئلتكم. حابب اأكد على نقطه بي براود تو بي استمر، ونقطه ان المحاوله نجاح اللي لسه عبد السميع متكلم عليها. قلت بي براود تو بي استمر ليه؟ انت شخص مفضل، شهادتك معتمده في العالم كله، انت مجرد ان انت استمر. اصلي استم دي معموله الهدف، زي ما عبد السميع قال كده، انت استم دي مش معموله اللي هو عبس وخلاص، لا انت معمول لك ده علشان تبقى اللي هو انت النقطه اللي المجتمع اللي هتعليه، اللي هتطور من مصر، اللي هتخليها في مكان افضل. طبعا كل التاثيرات بتاعت استم لسه ما بانتش. ليه؟ المدرسه معموله من حوالي 8 9 سنين، فمعظم الناس 90% 95% منهم كمان لسه ما اتخرجوش من جامعاتهم، تمام؟ وده غير ان في ناس كتير بره لسه ما رجعتش. فعايزين بس ناكد على النقطه دي. سامعيني يا شباب؟ سامعيني يا شباب. عايز اقول لكم حاجه يعني في النهايه كده قبل ما نرد على الاسئله. ان شاء الله باذن الله تكونوا كلكم من المقبولين، وتكون كلكم بتبداوا يعني تحقيق احلامكم ان شاء الله. فدي مهمه جدا جدا جدا، ان احنا يبقى عندنا ثقه في نفسنا، ثقه في الله قبل اي حاجه، ثقه في نفسنا ان احنا هنكمل
وهنبدأ بنفسنا نعلم نفسنا. مهم قوي ان انت تعرف ازاي تعلم نفسك، مش مهم مين هيعلمني، لا انا هعتمد على نفسي وهعلم نفسي وهبقى زي ما انا عايز اكون. ودي اهم حاجة، ان انا يكون عندي صبر، لازم يكون عندي شغف للعلم. وبرضو يمكن انا نسيت اقول وعبد الستار كملها لي، قال لي يعني احنا هنا مش مجرد ان احنا بنتعلم بس، احنا بنتعلم وبنرفع عن نفسنا وبنعمل كل حاجة داخل المدرسة، احنا حياة اجتماعية كاملة، احنا مؤثرين في المجتمع. يمكن طلبة ستيم، الطلبة شايفة ان لو شافت ان البلد محتاجة تجميل بتطلع ترسم الجدران، بتطلع تعمل كل حاجة عشان خاطر تجمل حياتها. هي مش بتجمل المدينة بس، هي بتجمل حياتها، ودي مهمة جدا جدا جدا. شكرا يا جماعة، وان شاء الله بإذن الله تكونوا كلكم من المقبولين. بالظبط كده، هي مجرد بس رجاء من أولياء الأمور. أنت لو ابنك استمر محتاج معاملة خاصة، تمام؟ احنا قلنا في البداية إن الضغط اللي بيبقى على الواحد في المدرسة فعلا بيبقى حاجة كبيرة. أنت بتستحمل ضغط فوق سنك. الضغط ده طبعا ليه إيجابيات كتير جدا. يعني تخيل مثلا أنت دلوقتي قاعد، فجأة راح حد دخل عليك الأوضة قال لك تعالى في دلوقتي مقابلة مع حد جاي من السفارة الأمريكية مثلا، ومحتاجين نتكلم عن مدرستك، اقعد معاك اتكلم عن مدرستك. هل أنت تعرف تعمل ده في الوقت ده؟ لكن أنا عايز أضمن لك إن بعد سنة في ستام فعلا هتبقى يعني هتبقى قادر تعمل ده، ومش بس تعمل ده بس، أنت قادر تقنعه بوجهة نظرك، قادر تخليه يفهم ان اللي بيتكلم قدامه ده شخص ناضج، شخص عنده معلومة وقادر انه يوصلها لكل حتة، شخص ممكن يأثر في حاجات كتير في مصر، بس طبعا بعد تعب كتير ومستقبل. فستيم هي مش عبارة عن مدرسة وبس، لا انت فعلا في مجتمع هيفيدك كتير، هيفيدك اكاديميا، هيفيدك اجتماعيا، ومش هيفيدك انت بس، هيفيد كل اللي حواليك. فعايز من اولياء الامور يخرجوا ولادهم من المود بتاع اللي هو تالتة اعدادي وبتاع تاني اعدادي اللي هو اقعد ذاكر. لا، انت ممكن مثلا تلاقي ابنك او بنتك بيكلموك اخر اليوم يقولوا لك انا مخنوق مش قادر، للاسف ما ذاكرتش النهارده. ما تعاتبهوش بجد، الشخص بيبقى عليه ضغط رهيب، ما تعرفوش اليوم هناك بيبقى فيه ايه، وممكن الضغوطات اللي بتنزل على الواحد يبقى ايه، والواحد يبقى حاسس بايه. لا، قولوا له بكره هيبقى افضل، بكره هيبقى أحسن، شجعوه قولوا له عايش يعني كويس جدا، مش مهم النهاردة تذاكر، لا بكرة في وقت، لسه قدامك وقت، انت لسه بدري قدامك وقت. بس دي كانت حابب يعني كانت آخر حاجة حابب أوجهها كرسالة. وجاهزين بإذن الله نستقبل أسئلتكم. حاليا هنجاوب عن الأسئلة اللي احنا قدرنا نسجلها، وبعدها من الكومنتات هناخد أسئلة تانية. فنبدأ بإذن الله في أول سؤال اللي هو بيقول التقديم إمتى، فممكن أحمد شريف يشرحه بالتفصيل. تمام. بالنسبة لميعاد التقديم وكل حاجة، فإن شاء الله يعني لسه ما جاتش حاجة رسمية، بس بنلاقي ناس وبيدجات كتير بتطلع وتطلع إشاعات إن بيبعتوا لينكات يعني فيك، ويطلعوا يقولوا ده لينك النتيجة وكلام من ده. فطبعا الموضوع ده ملوش أي صحة. الحاجات الرسمية هتنزل على بيدج المدرسة إن شاء الله، وعلى صفحة وزارة التربية والتعليم. تمام. تاني سؤال اللي هو بيقول ممكن أحضر سنة أولى وبعدين أحول، هو ده كان متاح من السنة اللي قبل اللي فاتت. السنة اللي فاتت نزل قرار جديد في البند، وأنت بتوقع إن أنت خلاص داخل المدرسة، اللي أنت لو هتحول بعد سنة أولى هيبقى في مبلغ معين هتدفعه، ولو هتحول بعد سنة تانية برضو في مبلغ معين هتدفعه. السؤال اللي بعده، في حد بيقول عايزين لينكات اختبارات القبول السنين آسف على اللي المقاطعة، فاتت. بس كان في نقطة عاوز أقولها بس معلش. اتفضل يا هو أعتقد كان ممكن يدوكوا يعني مهلة أسبوعين كده أو حاجة. يعني إحنا السنة بتاعتنا إحنا كانوا ادونا مهلة كده حوالي لحد 15 11 5 11 كده، يعني إن إحنا نشوف النظام وهل هنتأقلم أو لأ. بعدها على طول بقى يعني خلاص قفلوا الموضوع ده، وبعد سنة أولى زي ما محمد قال بالظبط كده
بندفع مبلغ معين وبعد سنتين بندفع مبلغ معين. فاعتقد يعني ممكن يسيبوا اسبوعين ثلاثه كده تتاقلموا على الوضع وتشوفوا النظام وتشوفوا هل هتكملوا او لا. بالظبط. وزيادة كمان على النقطة دي، هو تقريبا مفيش حد بيعرف يتأقلم من أسبوعين، تمام؟ في بعض الأشخاص التأقلم بتاعهم بياخد ترم كامل، ده مش عيب، بالعكس أنا شايف من وجهة نظري إن كل ما التأقلم أساسا مدته زادت كل ما الشخص هيبقى ناجح أكتر في المدرسة. حد بيقول عايزين لينكات اختبارات القبول للسنين اللي فاتت، هو ده مفيش، بس هو كان في ناس كانت دخلت اختبارات قبول قبل كده وكانت مصوره، وكل الكلام ده هتلاقوه على صفحه الراغبون، وده غير اللينكات اللي احنا هننزلها لكم باذن الله على بيج المدرسه. احمد معانا اللي اتكلمكم عن اختبارات القبول، هو اللي جهزها وفيها شرح لكل حاجه، هتذاكروا منين كل حاجه، الاي كيو والرياضه والعلوم والانجلش. تمام، ينفع تاخد الاله الحاسبه الامتحان؟ اه ينفع. انا من ده اهليه، ينفع اقدم ستيم عادي؟ اه طبعا عادي مفيش مشكلة. انت بتقدم الرغبات، بتحط مثلا اول رغبة بمزاجك، في ناس بتحط اول رغبة استم عادي لو بنت، او استم اكتوبر لو ولد. ده عادي، ده بيبقى معظم الناس عليها، ممكن يكونوا مش من القاهرة بس عادي هم مفضلين الموضوع ده لان يعتبر المدارس دي اكثر خبرة، بس كده كده انت سيلف اندبندنت يعني في المدرسة وشخص معتمد على نفسك، فالنقطة دي ما بتأثرش قوي. فهو انت بتقدم الرغبات براحتك جدا، مفيش حد بيغصبك على حاجه يعني، واللي عنده اللي هو قرب في المكان مش هيفضل عليك خالص، انت بس درجتك اللي هي اللي هتتعامل، تمام، درجتك في امتحان القبول. بعد كده بيبقى في حاجه اسمها اللي هو اللي انت تنقل لمدرسه تانية انت ما قدرتش تدخلها في الرغبات دي، بقى بتبقى على حسب المكان. تمام، السؤال اللي بعده بيقول لو انا في مدرسة مش جنب بيتي هروح ازاي؟ عادي عادي جدا، انت بتسافر للمكان اللي فيه الباص بتركب باص المدرسة، او حتى انت بتسافر لغاية مكان المدرسة عادي جدا، محدش يعني بيعارضك في الموضوع ده. اسئلة الجورنال بجاوبها لوحدي ولا مع تيم؟ لوحدك. امتحانات الترم بيبقى كل طالب لوحده؟ اه طبعا، الامتحانات اللي هي الشفوية كلها بيبقى كل طالب لوحده، والعملية برضو. المواصلات، في باصات للمدرسة، كل مدرسة وليها باصها، بيقف في مكان معين، مثلا ده أهلية اللي احنا فيها، الباص بتاعنا بيستلمنا من المنصورة من الاستاد تحديدا ويودينا لغاية المدرسة. هل صحيح اني حاولت ان حاولت ثانية واحدة بس، نعم هضيف حاجة، هضيف حاجة. بالنسبة تفضل. برضه لموضوع الباص، هو لو أنت مثلا أصلا يعني مثلا أنت مش من المنصورة نفسها ودخلت سكن أهلية، طب هتروح بقى تسافر المنصورة مخصوص عشان تركب الباص وكده؟ فلأ، أنت يعني أنا مثلا أنا من برئاس وكده، هي برئاس ما بين المنصورة وجمصة، فأنت بنروح نقف نستناهم على الطريق غالبا، وهما بيقفوا لنا يعني، بيبقى مثلا معانا عدد كمان وبنقف في الباص وكده وتمام بنمشي يعني. بس حبيت أزود تمام حاجة. تمام هو كده يعتبر خلاص خلصنا الأسئلة. في سؤال تاني اللي هو موضوع التحويل من 30 ل 50 ألف، ده هو اه تقريبا بتبقى القيمة في حدود زي دي جاوبناها في سؤال قبل كده. نشاط رياضي في المدرسة؟ اه طبعا، في أنشطة رياضية كتير جدا وبتبقى مسابقات على شكل مسابقات كمان. بس كده احنا يعتبر جاوبنا أغلبية الأسئلة، وكمان كنا معاكو. في حد بيقول الاي كيو بيبقى عربي، ايوه السؤال ده خلاص، قول انت. الاي كيو بيبقى عربي ولا انجليش ولا حسب المدرسه؟ انت بتختار. محمد لا، الاي كيو على فكره كان بالعربي، حتى لو انت لغات، انا كنت لغات واخترت بقيه المواد كلها لغات، بس الاي كيو كان بالعربي، فهو دي ماشي، حاجه بالعربي. هو متوحد بالعربي لان كله عادي هيفهم الاي كيو بالعربي جدا، عباره عن اسئله ذكاء يعني ما فيهاش حاجه. بس احنا كده كنا يعتبر جاوبنا على معظم الاسئله، وبعض الأسئلة كنا معاكم فيها في الكومنتات وناس جاوبتها، وما تقلقوش يعني كل اللي جاوبوا دول كانوا ستيمرز معانا من المدرسة. نتمنى يعني بجد إن احنا نكون أفدناكم بحاجة، بس فرحانين جدا إن احنا كنا معاكم، وما تقلقوش البث كله هيبقى متسجل وهينزل على صفحة المدرسة. وبس كده، شكرا لكم. حد عاوز يضيف حاجة يا شباب؟ شكرا يا احمد، شكرا يا سانتي، شكرا يا الاء، شكرا يا مازن. ان شاء الله باذن الله في انتظار كل الراغبون باذن الله. ان شاء الله باذن الله برضو اي تعليق او اي استفسار على الكومنتس الموجوده تحت الفيديو،
ان شاء الله برضو هيكون في فيديوهات تانية تعريف بالمدرسة، تعريف اكبر من المدرسة. انت ان شاء الله باذن الله وحطيت في دماغك كطالب راغب ان انت تخش ستيم هتقدر، واعرف ان انت جواك حاجات كتير قوي ممكن تكون ما اكتشفتهاش لسه، لكن هيبقى في حاجات افضل ان شاء الله. تمام. هو اخر حاجة انا عايز اقول لك، انت لو شخص متلخبط في حياتك، لو شخص لسه لغاية دلوقتي مش عارف انت هتدخل علم علوم ولا علم رياضة، متلخبط انت احسن في ايه، عايز اقول لك ان ستيم هي وجهتك المناسبة فعلا. انت بتخش جوه مش بس بتعرف انت عايز تخش علم علوم ولا علم رياضة، لا انت كمان بتعرف الميجر اللي انت عايز تدرسه، اللي هو المجال اللي انت عايز تخشه. فبجد يا جماعة ستيم فرصة كويسة جدا، ابذلوا مجهود في مذاكرة امتحان القبول. ما تسمعوش الناس اللي بتقول لكم احنا دخلنا من غير مذاكرة، هي بتحصل بس طبعا ما فيش حاجة ما بتجيش غير بعد تعب. فربنا معاكم جميعا، وعايز كل واحد فيكم يبقى مؤمن ان ربنا مش هيعمل له حاجة غير الخير. فانت لو ربنا ما كتبلكش الخير في المدرسة، تقدر عادي جدا تدخل ثانوية عامة بس تبقى بدماغ استمر، تبقى عايز ان انت تضيف حاجة لمجتمعك، تبقى عايز ان انت شخص مؤثر في اللي حواليك. فدايما خلي عندك الطموح، دايما خلي عندك ان انت شخص عايز تأثر في مصر بشكل عام، فخليك دايما الشخص ده. بس كده، السلام عليكم.